السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ مراجعة الهيباتولوجي وهنحل أسئلة، بس عايز أفكركم إن يوم الأربعاء إن شاء الله هيبقى الامتحان أونلاين، عشان تبقوا واخدين بالكم هيبقى ميعاد محدد، يعني مش هيبقى يعني كلكم هتدخلوا الساعة 10 ونص، الامتحان الوقت هينتهي الساعة 11 إلا ربع. هو الامتحان مدته نص ساعة، أنا هسيب كمان ربع ساعة مثلا زيادة، 11 الا ربع الامتحان هيتشال، عشان برضو نشوف، لاني انا مقتنع ان الام سي كيو، يعني ام سي كيو على فكره سهل، لكن واسئله كتير جدا انت هتعرف تحلها، بس تحلها امتى؟ وانت قاعد على الكرسي الهزاز عندك في البلكونه في بيتك، انما في الامتحان عشان التايم فاكتور هو ده اللي بيبقى اللي بيعمل مشكله عند بعض الناس، اللي هو انا عايزكم تحلوا بسرعه. عشان كده الامتحان المره الجايه هيبقى حوالي 30 سؤال على الهيباتولوجي في نص ساعه، وعلى فكره ده يعتبر كتير كمان، يعني انا بس عشان لسه في الاول، انما بعد كده هيبقى الوقت قليل. فالامتحان هيبقى يوم الاربعاء من 10 ونص، هيتشال 11 وربع، اللي هي ساعه الا ربع، هو المفروض نص ساعه بس هنخليها ساعه الا ربع بس المره الجايه خلاص. والدرجه هتطلع، هتظهر ايميديتلي، وبعد الامتحان على طول هنحل اسئله، هنحل الاسئله دي مع بعض، وهيبقى في معلومات بقى مهمه في الاسئله دي عايز اقولها، يعني ممكن مش هقولها النهارده انما هقولها المره الجايه بعد الامتحان. في بس نقطه عايز اقولها، ان في اسئله تانيه غير دي، الاسئله دي انا هبعتها لكم طبعا بي دي اف، انما في اسئله تانية هبعتها دي تحلوها برضو انتم مع نفسكم وممكن نتناقش فيها، بس انا اخلي الاسئله دي هتبقى بعد الامتحان، يعني بعد الامتحان على طول اول ما تخلصوه هنبعت البي دي اف اللي فيه كل الاسئله، وتقريبا في كل الاسئله الممكنه اللي ينفع تيجي في الامتحان في الهيباتولوجي. عموما زي ما انا قلت لكم قبل كده، في بس اسلوب المذاكره دلوقتي المهم، انا بالنسبه لي ان احنا نحل اسئله كتير، انا ما يهمنيش انك تذاكر كويس قوي على قد ما يهمني انك تحل اسئله كتير، لان انت تكتشف واحنا بنحل اسئله ان انت من الممكن في موضوع تبقى مذاكرها كويس قوي، لكن تيجي تحل تلاقي نفسك برضو مش ماشي بسرعه، من بالكم. يا عشان معلش، كده الصوت هو مش واضح. الساعة، لا هو الساعة 10 الصبح ولا بالليل؟ لا بالليل، بالليل طبعا مش هيبقى الصبح خالص، انا كنت عايز اخليه الساعه 6 بس انتوا عارفين بقى النور، يعني عشان النور والكهرباء والكلام ده، فنخليه الساعه 10 ونص، اعتقد 10 ونص هيبقى الامور تمام عندكم كلكم، فهيبقى يوم الاربعاء 10 ونص بالليل ان شاء الله. في بس نقطه يا جماعه، ان كلكم لازم تحلوا، يعني احنا في الفتره الجايه احنا الجدول معاكم، كل برانش هنحل عليه اسئله ام اس كيو، الاسئله اللي هنحلها في الامتحان بالذات لازم كلكم تحلوا، حتى لو مش مذاكر عايزك تدخل وتحل، احنا ستر وغطى على بعض. انا هقول مثلا درجات الخمسه الاوائل، وزي ما انا متعود على طول بقول درجات الاثنين اللي في الاخر، انما الان بتوين كله ما بقولش درجاتهم، لان احنا ستر وغطى على بعض يعني، فما حدش يقلق. ودلوقتي احنا عايزين نحل، انا كنت عايز على فكره اعمل زي ما انا عملت الفيديو اللي انا بعته لكم، اللي هو وقفه مع النفس، اللي هو شرح سريع، عشان لو في واحد مش مذاكر قوي او ما لا يدرك كله لا يترك كله، يقدر في وقفه مع النفس نقدر ان احنا نشرح بسرعه. لكن انا اللي انا شفته ان معظم الطلبه لا، عايزين نحل اسئله على طول على اساس ان الحاجات في التطبيق يعني، فالحاجات على التطبيق اللي عايز تذاكرها ذاكرها. في بس نقطه ان انا لقيت برضو يا جماعه، يبدو ان في ناس ممكن ما يبقوش مذاكرين كويس قوي، لانهم ساعات بيبعتوا لي مثلا يقولوا لي الموضوع ده ناقص او الموضوع ده مش موجود، فافاجئ ان الموضوع موجود بس إن يعني جوه موضوع كبير، يعني مثلا ما يجي حد يقول لي برايمري بيليري كولانجيتس، البرايمري بيليري كولانجيتس ده انا شارحه في الليفر سيروزس، هو والهيموكروماتوزس والويلسون والباد كياري سندروم، كل ده هتلاقيه في الليفر سيروزس، الليفر ترانسبلانت هتلاقيه مشروح في الهيباتوما، واخدين بالكم؟ الهيباتوما نفسها انا تقريبا قايلها في الكوليكشنز اللي ورا، يعني انا هقول لكم بالظبط، هنزلها بالظبط، هنزلها لكم هقصها واخليها لوحدها الايام دي يعني ان شاء الله على التطبيق. بس مره تانية انا ما يهمنيش على فكره انك تذاكر كويس قوي قوي قوي، على قد ما انا يهمني تذاكر بسرعه وتركز على الكلمات المضيئه اللي انا كنت بقولها طول الشرح، بس تحل اسئله كتير بقى خلاص، يعني مش عايزين نطول في المقدمه اكتر من كده لان احنا بادئين متاخر ومش عايز اسهركم، ولكن نبدا نحل اسئله الهيباتولوجي. خدوا بالكم بقى الهيباتولوجي في محاضره موجوده على التطبيق، كان لسه احنا عاملينها لايف قريب، وبرضه على فكره هنراجعها النهارده، اللي هي اسئله كتاب القصر العيني، اسئله الام سي كيو بتاع كتاب القصر العيني، كل الهيباتولوجي هتلاقيه محلول فين؟ في محاضره لوحده، اللي انا على فكره بعتها في جروب، وكل البرانشات هنعمل كده، لكن انا دلوقتي هنحلها برضه مع بعض بعض الاسئله، بس هي اوريدي محلول عندكم، لكن انا هحلها من وجهه نظر ثانيه، ان انا عايز اشرح بعض النقط، يعني مش مجرد ان احنا نحل وبس، ولكن هنبدا دلوقتي باسئله عامه وبعد كده نحل الاسئله بتاعه الام اس كيو، يعني دي الاسئله العامه، في الاسئله بتاعه كتاب القصر العيني اللي هي دي، مش عارف كنتوا حضرتوها، حد كنتوا حضرتوها، كنا لايف واخدين بالكم، حتى نعملها بترتيب كتاب القصر العيني، يعني ده السؤال الثالث كان هيباتولوجي.
واخد بالك؟ هيباتو سيلولار جوندس مثلا دازنت ريزلت فروم. كنا حلينا الاسئله دي مع بعض وهنحلها تاني النهارده. السؤال رقم 4 5 8 اللي هو كتاب القصر العيني، كل الاسئله بتاعته بالمناسبه في كل البرانشات هنعمل نفس الحكايه دي، نحلهم مع بعض عشان برضو الاسئله بتاعت القصر العيني اولا الاسئله كويسه وبتيجي في الامتحانات كتير، وفي نفس الوقت برضو عايزين نركز على اسئله تانيه، يعني مش عايزين الاسئله دي بس، لان عمر ما كانت الحياه بالسهوله دي، لان لا تامن غدر رؤساء الاقسام، واخد بالك؟ وانا يهمني ان انت تبقى عارف كل اسئله الام اس كيو المهمه، وانت لو مذاكر كويس هتقدر تفوت في الحديد. هنبدا بقى نشوف نحل مع بعض ونبدا اول سؤال كده، وركزوا بقى معايا تركيز غير عادي، ونبدا اول سؤال. بالمناسبه الخمسه الاوائل في الامتحان الجاي هيبقى ليهم جايزه جامده جدا جدا، وانتوا عارفين مش احمد موافق اللي بيرجع في كلامه، وهنشوف يعني الخمسه اللي هيحلوا في الاول. طبعا لو حد قفل الامتحان ده هيبقى ليه جايزه خاصه جدا، يعني هتبقى حاجه جامده قوي، انما الخمسه الاوائل هياخدوا جوائز جامده. المهم نبدا اول سؤال كده، انا عايز اجيب النسخه اللي مش محلوله عشان استشف المستوى العام، بس للاسف انتم ما بتتجاوبوش يعني، فملهاش لازمه. يبقى نجيب النسخه المره الجايه يا جماعه، هنجيب النسخه اللي هي اللي مش محلوله بحيث ان احنا نتناقش سوا يعني في الاول. بيقول لك هنا ان في واحد عنده 42 سنه، عنده كام سنه؟ 42 سنه. المهم عنده سيروزس ريليتد تو هيب سي، هيباتيتس سي، وهو من اخواننا الخمرجيه. والمهم هاز اسايتس، عنده ايه يا جماعه؟ اسايتس. طبعا موضوع الاسايتس موضوع مهم جدا جدا، لازم تكون مذاكره نظري كمان كويس، وعارف اسباب الريفراكتوري اسايتس، عارف يعني ايه اصلا ريفراكتوري اسايتس، الحاجات دي كلها، عايز ازاي عارف كمان ازاي تفرق ما بين الاسايتس في اخواننا اللي عندهم ليفر، اللي بسبب ليفر، واللي هي الايه؟ اللي باي سبب تاني غير الليفر. فاكرين مصطلح كبير قوي كان اسمه ساج، فاكرين الساج اللي هو بنشوف الالبومين في السيروم والالبومين في الاسايتس، اللي هو السيروم البومين ناقص الاسايتس البومين، ونشوف لو اكبر من واحد واحد من عشره يبقى ايه؟ يبقى فاكر لما انا قلت لك اكبر من واحد واحد من عشره يبقى بورتال هايبر تنشن يعني ليفر، انما لو اقل من واحد واحد من عشره يبقى مش بورتال هايبر تنشن، يبقى اي سبب تاني بقى، انفلاميشن، بيروتونيتس، مش بانكرياتيتس، اي حاجه يعني، نيفروتيك، اي حاجه. المهم نرجع تاني لموضوعنا، اسايتس. حلو، يبقى واحد عنده ليفر وعنده اسايتس. المهم هنا بيتعمل له باراسينتيزس، لارج فوليوم باراسينتيزس كمان، معنى كده ان ممكن يبقى عنده تنس اسايتس. المهم بيقول لك all of the following would be indicated for this patient except. خد بالك السؤال ده حلو جدا لانها فرصه نقول الاسايتس بتتعالج ازاي. اولا كده تعالوا نحل السؤال وبعدين نقف وقفه مع بعض. هنا انا ممكن كل ده بينفع في علاج الاسايتس ما عدا، ما عدا ايه؟ ما عدا اللي في دماغكم على فكره. مخطئ من يعتقد ان اللي عنده اسايتس انا هعمل له فلويد ريستريكشن، وانا بشرح على فكره انا فاكر كويس جدا قلت في علاج الاسايتس ايه؟ قلت رقم واحد الكورنر ستون، وانا كاتبها بخط تقيل اهو، كورنر ستون في المانجمنت اوف اسايتس مش اللي في دماغكم، مش فلويد ريستريكشن، مش ان انت تقول له ما تشربش ميه، انما الصوديوم ريستريكشن. اهم حاجه اخلي الصوديوم اقل من كام؟ 2 جرام في اليوم. طب هل الفلويد ريستريكشن هل انديكيتد ان انا اخليه يشرب اقل من 2 لتر؟ ده توب العشوائيات بقى، اللي هو انت عندك ميه كتير في بطنك يبقى ما تشربش ميه، بالعكس انا عايزه يشرب ميه عادي جدا، مش لازم يعمل ريستريكشن ملهاش قيمه، انما القيمه ان انت ايه يا جماعه؟ ان انت ما تاخدش صوديوم. حتى اخواننا اللي بيروحوا الجيم، الجماعه الرياضيين عارفين كده، ما تروح الجيم اهم حاجه عشان تنزل الميه مش ان انت ما تشربش ميه، لا بتاع الجيم هيقول لك اشرب ميه بس ما تشربش، ما تاخدش صوديوم معايا؟ فيبقى هنا الكلمه المضيئه اهو، ده ممكن يجي سؤال لوحده في الام اس كيو يقول لك كورنر ستون اوف مانجمنت اوف اسايتس از، سواء مايلد اسايتس سواء، تبقى طبعا اول كلمه صوديوم ريستريكشن اقل من كام؟ 2 جرام. فالمعلومه دي تيجي ام اس كيو لوحدها وليس فلويد. ايه بقى؟ حتى انا كاتب هنا ان مخطئ من يعتقد ان الفلويد ريستريكشن ايه يا جماعه؟ ليس لها قيمه هنا. طب بالمناسبه بقى، طيب هو عامل صوديوم ريستريكشن، طب ايه اول دواء اديه؟ ايه الدراج اوف تشويس؟ ده سؤال تاني ممكن يجي فين؟ في الام سي كيو. الدراج اوف تشويس طبعا اسبيرونولاكتون. السؤال ده برضو يجي سؤال ام اس كيو، ايه هو الدراج اوف تشويس؟ اول دواء هديه هنا هو الدايوريتك، مش الدايوريتك القوي، مش هدي لازكس، انما هدي ايه يا جماعه؟ اسبيرونولاكتوز، اسبيرونولاكتون، ببدا بجرعه صغيره اللي هي من 100 ل 200، لكن ممكن فول دوز اللي هي توصل 400 واحيانا 600 كمان مللي جرام فين؟ في اليوم. يبقى الاسبيرونولاكتون هو ده الدراج اوف تشويس. ليه الدراج اوف تشويس؟ اولا هو مش دايوريتك قوي قوي، انما بيسوي العيان على نار هاديه، لكن بيعمل لي حاجه انا محتاجها، بيعمل هايبر كاليميا لانه الدوستيرون انتاجونست. هايبر كاليميا، فاكر لما انا قلت لك ما يصحش عيان الكبد وكمان عيان الكارديو بالمناسبه يدخل منك في هايبو كاليميا، صح ولا غلط؟
طب ما الدايوريتك ده بيعمل هايبر كاليميا، غير بقى اللازكس والسايزايد كانوا بيعملوا هايبو، انما ده بيعمل هايبر كاليميا، فده دراج اوف تشويس. معايا ولا مش معايا؟ ولكن لا تنسى ولا تتناسى انه بيني وبينكم هو مش دايوريتك قوي قوي، وبيني وبينك انا مش محتاج برضه دايوريتك قوي قوي، انا عايز اسوي العيان على نار هاديه. كلنا فاكرين لما انا قلت لك وايز، فاكر الكلمه دي، ويت اند وايز ولا دراي اند دراوزي؟ يعني انت عايز تبقى لاسايتس موجوده بس تبقى وايز بمخك بدماغك حكيم، ولا دراي يعني انا شايفك خالص بس تبقى دراوزي؟ فانا لو تفتكر كنت خايف من رعب اسمه ايه؟ هيباتيك انكيفالوباسي، اللي هو ممكن مين اللي بيعمل هيباتيك انكيفالوباسي؟ الهايبوكاليميا. عشان كده انا في صالح انا دايما بقول الدواء ده هو دراج تشويس لانه بيعمل هايبر كاليميا. خلاص؟ فان لم يستجب او ما جابش نتيجه، وده برضه سؤال يجي في الام اس كيو، هضيف لوب دايوريتك اللي هو اللازكس بقى. بس انا فاكر كويس جدا وانا بشرح الاسايتس قلت ايه؟ والله كلكم فاكرين الجمله دي، اذا كانت امراه واحده لا تكفي فان قرص واحد من اللازكس يكفي. يعني انا قلتها ليه؟ عشان يجي صدى صوت كده في الامتحان يقول لك ان اللازكس مش دراج تشويس، وان انت ما تديش لازكس كتير. انا بدي ايه؟ اذا كانت امراه واحده لا تكفي قرص واحد من اللازكس يكفي. يعني ايه قرص واحد؟ يعني انا ببالغ بينه وبينك، هو قرص واحد اللي هو 40 مللي جرام، لا ممكن ادي 80 ممكن، وانا يعني اعصر على نفسك ليمونه ودي 120، انما مش اكتر من كده، عايز 160 بس مش اكتر من كده بقى، ده اخر الكلام معايا. ليه؟ لان خايف من رعب اسمه هايبوكاليميا، ولان كمان خد بالك بيحصل توليرانس، يعني انت لو خدت لازكس كتير العيان هيدخل الحمام كتير، بس الميه اللي في الاسايت زي ما هي، فتلاقي العيان ناشف وبطنه قد كده، غير انه جاي اصلا جاي بقى اللي هو فاكرين اعراض الهيباتيك انكفالوباسي طبعا. وعشان كده يقول لك ايه؟ يقول لك اللازكس بات سكند تشويس. يبقى واحد ممكن اجيب لك سؤال في الام اس كيو كده، واحد عامل صوديوم ريستريكشن خد سبيرونولاكتون، ايه الدواء اللي بعديه؟ ادي لازكس. طب لو خد لازكس وما زال متنح، قال لك الله يخرب بيتك يا دكتور الاسايتس زي ما هي، فإن انا لو بحط بقى سؤال في الامتحان اجيب ده خد كل ده، لان هو هذا هو تعريف الريزيستنت ايه اسايتس. في الحاله دي ياخد ايه؟ واجيب لك اختيارات، ياخد ايه بقى؟ تيبس. يبقى وانت قاعد كده حاطط ايدك على خدك كده وقاعد تسمع زي ما انك بتكتب ايه؟ صوديوم ريستريكشن رقم واحد، سبايرونولاكتون رقم اثنين، لازكس رقم ثلاثه، تيبس رقم اربعه، لان التيبس طبعا هيصلح البورتال هايبرتنشن وبالتالي يعمل ايه؟ اسايتس. بس في مشكله ان التيبس بقى ممكن يعمل هيباتيك ايه؟ انكفالوباسي. لكن انا عامل ايه؟ عشان كده انا ما قلتش نعمله اول واحده، لان ممكن تشافه ويقول لك طب اقول لك ايه؟ ما نعمل تيبس على طول من اول اللي احنا شرحناه طبعا في البورتال هايبرتنشن. قول له ادي له قلمين وقول له يا دكتور التبس انا ببقى خايف جدا جدا من رعب اسمه هيباتيك انكفالوبسي. واخدين بالكم؟ فده اول سؤال طلعنا منه باربع اسئله ممكن يجوا في الام اس كيو. وخد بالك هي الاسايتس هي دي بس الاسئله اللي بتيجي، زائد السؤال اللي لازم يجي، والله العظيم لازم يجي. شوف انا حلفت بالله، يعني لو ما جاش شمر واكتبه اللي هو، طب ايه رايكم ان انا هقول عشان خلصنا الاسايتس بقى اللي هو ساج. ساج ازاي نفرق هل الاسايتس دي بورتال هايبرتنشن بكل اسبابه ولا مش بورتال هايبرتنشن؟ فلو كان ساج اكبر من او يساوي واحد واحد من عشرة يبقى بورتال هايبرتنشن. يعني اما اجي اقول لك واحد عنده اسايتس والساج واحد وثلاثة من عشرة، ممكن يبقى all of the following except. ألف السؤال all of the following except، واجي اقول لك ايه؟ بورتال هايبرتنشن، ليفر سيروزس، باد كاري سندروم، كونجستيف هارت، ما كل دي حاجات بتعمل ليفر سيروزس يعني، وبورتال هايبرتنشن، ولا نيفروتيك سندروم يبقى نيفروتيك سندروم، ولا بانكرياتيتس اختار البانكرياتيتس لانها بتبقى اقل من واحد واحد من عشره. طبعا الكلام ده لو انت واحد مش فاكر الساج، عندك بقى الاسايتس هتروح تشوفها تاني شرحها بالتفصيل الممل ومدي امثله كتير قوي. وده اول سؤال. تاني سؤال ويتش اوف، السؤال حلو جدا ليه بقى؟ وبيني وبينك انا لو بحط امتحان اجيب السؤال ده على طول، لان لازم تعرفه، لان كلنا بناخد باراسيتامول. خلاص؟ فهنا لازم تبقى فاهم كويس قوي، هو اي حد ياخد قرص باراسيتامول ممكن ادخل في اكيوت او فالمنت هيباتيك فيلير؟ لا طبعا. لان هنا بيقول لك واتش اوف ذا فولوينج دراجز هاز، اسمع بقى السؤال، دايركت توكسيك افكت في الهيباتوسايت. مين اللي في الادويه دي هاز دايركت توكسيك افكت على الهيباتوسايت؟ هل الاسيتامينوفين اللي هو الباراسيتامول يعني البنادول اللي كلكم عارفينه، ولا كلوروبرومازين، ولا الهالوثام، ولا الاي ان اتش اللي هو بتاع التي بي، ولا الروسوفاستاتين اللي هي الستاتين عموما، الروسوفاستاتين والاتورستاتين الحاجات دي كلها بتاعه الكوليسترول. مين اللي في دول دايركت توكسيك افكتس؟ هتلاقيني في الاول لازم تفهم حاجه مهمه جدا، ان الادويه اللي بتعمل الهيباتوتوكسيك تو كاتيجوريز،
يعني في عندنا مجموعتين كبار جدا، واحده بتبقى دايركت توكسيك افكت اللي منها بالمناسبه الباراسيتامول، يبقى الاجابه هي طبعا الباراسيتامول، ده دايركت توكسيك افكت كنا شارحينه كويس جدا في موضوع الفالمنت هيباتيك فيلير، الاكتيف ميتابولايت اللي بيطلع ويتجاوز قدره الليفر. المهم كنا قلنا ان هو دوز ديبندنت ولا ممكن ايديوسنكريزي، المجموعه الثانيه ايديوسنكريزي اللي هو ممكن قرص، قرص واحد بيبقى انبريدكتابل، انما الباراسيتامول لا هو عباره عن ايه يا جماعه؟ دوز ريليتد، يعني لازم تاخد جرعه كبيره. يعني لو حد خد بنادول، هل قرص واحد من البنادول ممكن يجيب لك فالمنت هيباتيك فيلير؟ لا. طب لو هالوسان ممكن، طب الاي ان اتش يبقى عندك اليرجي او ايديوسنكيرازي ممكن تموت فيها. طب حتى يا جماعه ادويه الاستاتين اللي هو الروزوفاستاتين اللي كلنا عارفينه، اللايبوكومبو والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، ممكن تاخد روزوفاستاتين تلاقي نفسك ايه يا جماعه؟ ودعت وجالك فالمنت هيباتيك فيلير. دي بتبقى اليرجي، حساسيه زي ما انتوا عارفين. انما هل الباراسيتامول يعمل كده؟ لا، هو دوز ايه ديبندنت، خد بالك لان الحته دي بتيجي في الام اس كيو كتير. خلاص، هل البروجنوزس الاحسن مين؟ يعني تعالوا نتناقش كده، ساعات يناقشك او ساعات يجي سؤال ده حتى في الام اس كيو، البروجنوزس تفتكر احسن في الباراسيتامول ولا في الادويه بتاعت الالرجي؟ طبعا البروجنوزس احسن، هتلاقي في الفالمنت هيباتيك فيلير عامل مربع كده كاتب باد او بور بروجنوستيك كرايتيريا او بور بروجنوزس، قلت لك ان الباراسيتامول البروجنوزس حلو جدا. انت واخد بالك؟ لو انت فاكر كنت قلت لك مثلا مرض زي الويلسون بروجنوزس زي الزفت، كنت قلت لك احسن اثنين بروجنوزس على فكره في الفالمنت هيباتيك فيلير، اللي منكم مش مذاكر فالمنت هيباتيك فيلير اللي هي الاكيوت ليفر سيل فيلير، يعني احسن اثنين بروجنوزس. يعني انت لو جالك فالمنت هيباتيك فيلير ادعي ربنا اقول يا رب لو حد فيكم يعني هيجي له فالمنت هيباتيك فيلير، يبقى باراسيتامول خد 50 قرص مثلا باراسيتامول او هيب ايه هيباتيتس ايه، انما البي ده وحش جدا البروجنوز، يعني بيبقى وحش، الويلسون وحش، الالفا 1 انتيتريبسين وحش، البط كاري سندروم زي الزفت وهكذا يعني. خلاص، فيبقى مين اللي دايركت افكت؟ هو الباراستامول، وده اكتبه كده دوز ديبندنت، انما ده قرص واحد. موست كومن دراج اور توكسين كوزنج دايركت هيباتوسايت توكسيستي از باراستامول اللي هو الاسيتامينوفين. خد بالك الجمله دي جت بتيجي سؤال ام اس كيو لوحدها. خلاص، طبعا هنا كان شرح الميكانيزم كنت شرحه قبل كده بقى عشان ما نطولش، ما انتوا عارفين الكلام ده، بس انا عايزك الكوبليه الاصفر ده بس تبقى عارف كومن ميديكيشن ذات كان ليد تو اللي هو بقى ايديوسنكراتيك او الايديوسنكيرز، يعني هي اللي هي باقي الاختيارات بقى اللي هي الهالوسان اللي انا قايلها فوق والكلوروبرومازين والاستاتينز والاي ان اتش. خلاص، خد بالكم الحته دي شائكه وبتيجي كتير في الام اس كيو وبتلخبط الطلبه كتير. السؤال اللي بعد كده بيقول لك لا ده جينا بقى ايزي بيزي قوي، لا اسئله الطالب الاي كيو طحالب، فرصه يجاوب بقى معنا سؤال ان لارج تندر ليفر فاوند ان اول اكسبت. السؤال ده كان في كتاب القصر العيني حليناه واحنا بنحل اسئله في كتاب القصر العيني مع بعض، وشرحنا قلنا الحاجات اللي بتعمل انلارج تندر ليفر ايه هي والكلام ده كله. فطبعا هنا انلارج تندر ليفر فاوند ان اول اكسبت، وهشرحه تاني وانا بحل اسئله القصر العيني كمان شويه، طبعا اكسبت الويلسون. واخد بالك؟ السؤال ده برضو موجود في اسئله القصر العيني اللي هو بيحصل دومينجد في السايز اوف ليفر، يعني السايز اوف ليفر بيصغر، الليفر احنا دايما بنعرف الليفر يكبر بيكبر، هنا بقى بيقول لك بيصغر ورابد كمان السين ان. طبعا الكارسينوما اوف ليفر، لا الليفر بيكبر. اسال سؤال الاذكياء فقط حالا بعد ما اخلص اجابه السؤال ده، الاذكياء فقط الله يخليكم ما يجاوبوش الا الاذكياء فقط، يعني لو واحد الاي كيو بتاعه قليل شويه بلاش يجاوب، بس بعد ما نجاوب السؤال ده الاول. فالمننت هيباتيك فيلير اف اتش اف اللي لسه شارحينها من شويه، فالمننت هيباتيك فيلير الاخوانا الخمرجيه الالكوهوليك هيباتيتس استياتوزس اللي هو الفاتي ليفر، طبعا فاتي ليفر الليفر بيكبر، اخوانا الخمرجيه الليفر برضو ممكن يكبر، كارسينوما الليفر ممكن يكبر، انما طبعا الفالمننت هيباتيك فيلير مش بيحصل ايه يا جماعه؟ ممكن الليفر يصغر. ليه؟ عشان حصل هيباتيك نيكروزس، الخلايا نفسها حصل فيها نيكروزس، هتيجي تصور الليفر تلاقي الليفر صغر تقوم تستغرب كده، ما تستغربش ولا حاجه. السؤال اللي انا عايز اساله للاذكياء فقط هو كارسينوما اوف ليفر بتكبر الليفر، ممكن الليفر يكبر، يكبر اكتر في البرايمري هيباتوما ولا في السكندري؟ وما يجاوبش السؤال ده الا الاذكياء فقط، يعني لو واحد الاي كيو بتاعه بيفهم بعد شويه مش لازم يجاوب. هو ممكن يكبر في الاثنين لكن اكتر في مين؟ طب بلاش الاذكياء فقط، اي حد يجاوب، اي حد يجاوب. طبعا اوعى يا جدعان تكونوا مش عارفين، طبعا بيكبر اكتر في السكندري، لان البرايمري هو مين الموست كومن كوز اوف هيباتوما؟ از ليفر سيروزس،
معايا. وليفرز روزز الليفر بيكش، فبيبقى الليفر صغير اصلا واخد بالك، بس ممكن ايه يعني، انما السكندري لا ممكن الليفر يكبر شويه. علاج الهيب سي، السؤال ده بقى قلناه بالتفصيل. وبالمناسبه في مواضيع كده يعني، لو انت قلت لي انا مش هقدر طبعا اسمع الليفر كله على التطبيق تاني، ما فيش وقت، انا احل اسئله وخلاص، اقول لك ماشي حل اسئله، بس لو عايز تراجع حاجه، الهيباتايتس يا جماعه موضوع مهم جدا، شوفوا تاني على التطبيق وانشرحه على فكره بالتفصيل الممل بالبروتوكولات الجديده بالبروتوكول المصري، يعني هتلاقيني حل السؤال ده. الهيب سي بايه اللي هو، لما قلت لك السوفالدي والدكلاتا سفير، لما قلت لك على عزل الشوكولاته سفير، تبقى عارف السؤال ده مهم جدا جدا. بس ذاكر الهيباتيتس، ذاكر الفالمنت هيباتيك فيلير، ذاكر كمان الهيباتيك انكفالوباسي، عايزك تذاكره، وعايزكم كمان تذاكروا النون الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز، واخد بالك الجديد النون الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز اللي هي الشرح الجديد اللي انا حاطه على التطبيق. عايزك بقى الموضوع البورتال هايبرتنشن، ذاكر فيه جي اي تي بليدنج الجديد، واخد بالك برضو، عشان عايزكم في حاجات كده في الجي اي تي بليدنج انا قايلها حاجات مهمه، تيجي في الام اس كيو وتيجي في الكيس كمان. هنا بيقول لك which of the following statements regarding hepatitis D is correct. طبعا الهيباتيتس دي، هل هو دي ان ايه؟ احنا قلنا الهيباتيتس كلهم ار ان ايه ما عدا البي بس هو اللي دي ان ايه، يبقى الدي ده هو بيبقى ار ان ايه. هو بيصيب اللي عنده هيب بي بس، صح، لان هو اصلا ملوش غطاء، واللي ملوش غطاء يشتري له غطاء. بس هنا بقى في نقطه ثانيه بتيجي في الام اس كيو اصعب من السؤال ده بكتير، السؤال ده في مستوى الطالب الاي كيو شمبانزي اي حد هيجاوب، انما السؤال اللي انا هساله دلوقتي مش اي حد هيجاوب، لان هو لما تقول له هو بيجي في الناس اللي عندهم هيباتيتس بي بس، هيقوم رافع نظارته في الشفوي ونافخ دخان سيجاره في وشك ويقول لك ايه، يقول لك ازاي، قول له يا اما كو انفكشن يا سوبر انفكشن. يقول لك يعني ايه؟ قول له كو انفكشن يعني كو انفكشن، انما سوبر انفكشن يعني سوبر انفكشن. يقول لك برافو عليك، مين اللي طبعا كو انفكشن يعني كو انفكشن، يعني الاثنين مع بعض، ان انا عايزك تجننه في الشفا وكده، انما السوبر انفكشن يعني انت عندك هيباتيتس بي، قول له كده، يعني انت يا دكتور هيبقى عندك ان شاء الله هيباتيتس بي، الهيباتيتس دي هيجي سوبر انفكشن يعني عليه ان شاء الله. انت واخد بالك؟ يقوم هو رافع نظارته ونفخ دخان سيجار في وشك ننجز بس، ويقول لك ايه؟ يقول لك مين اللي يزود الانسيدنس، السؤال ده بيجي كتير قوي، اوف كورونيستي. مين يعرف يجاوب السؤال ده؟ وانا فاتح المايكات يا جماعه عشان ايه؟ ما تجاوبوا حاجه ولا اقولوا حاجه في ليلتكم السوداء دي، ما تقولوا يا جماعه جاوبوا. هو انتوا صمتي لا يعني جاهل سوبر في الايه؟ سوبر ايوه برافو عليك، انت عارف السوبر انت اكيد فاكرها طريقه، فاكر لما انا قلت لك لما اسالك السؤال ده في الامتحان قول له ايه؟ قول له يا ريتها يا ريتها كانت الكو انفكشن، يبقى معنى كده السوبر انفكشن. ليه انا كنت اتمنى تبقى كو انفكشن فاكرين؟ لان لو كانت كو انفكشن كنا كلنا جاوبنا السؤال، كو بالسي تبقى كورونيستي بالسي، انما مش كل حاجه الانسان بيعوزها بيلاقيها، يبقى هنا الكورونيستي بتزيد في السوبر انفكشن. طب الكو انفكشن يزود ايه؟ لا يزود الاكيوت اتاك والفالمينيشن والحاجات دي، فاهمين؟ يبقى اللي بيجي في الام اس كيو دايما مين اللي بيزود الكورونيستي؟ تيجي لك سؤال كده في الام اس كيو اللي بيزود الكورونيستي از كو انفكشن، قول له غلط السوبر انفكشن. خلاص السؤال ده صعب طبعا من الاسئله الصعبه، لانه عايز واحد اللي هو بقى يعني فراغ عاطفي رهيب، بركز في كل كلمه بيذاكرها، ويعني طالب غير عادي في زمن غير اعتيادي يعني. السؤال ده بقى في مستوى الطالب اللي هو ايه، هيا بينا نلعب يعني، بيقول لك الفيرتيكال ترانسميشن نوت ا فيتشر اوف، طبعا هيب ايه يعني، هيب ايه ده بينتقل عن طريق ايه اصلا؟ في كورال يعني، انت واخد بالك، انما البي والسي والدي، البي بينتقل عن طريق اي فلويد في الجسم، فلويد بحرف الاس، خد بالك فلويد بحرف الاس، يعني سيرم تقول لي هو في فلويد مش بحرف الاس، اقول لك اه هجيبها لك في الامتحان يوم الاربعاء، طبعا في فلويد مش بحرف الاس، بس مش هقوله دلوقتي عشان ينجز ملك عشان اه الملك مثلا، برافو عليك، انما اي حاجه بحرف الاس زي ايه، سيروم، سيمن، ايه كمان بحرف الاس، سلايفا، انتقل عن طريق السلايفا، السي طبعا بينتقل عن طريق البلد اكتر حاجه، وهكذا. طيب ندخل بعد كده سيروم الكلاين، ده سؤال سهل قوي يعني، سيروم الكلاين فوسفاتيز بيزيد، نقول اكسبت يا راجل، بص سيروم الكلاين فوسفاتيز بيزيد في ليفر او عظم، واخد بالك هي العظمه طلعت عامله كده، ليفر او عظم، الليفر او العظم بيزود الاوستيوبلاست، طلع لك الالكالاين فوسفاتيز، والليفر هو اللي بيخلصنا منه. لو انت قفلت السكه هنا كوليستيزس مثلا، اي حاجه سدت المسائل هنا، الكالاين فوسفاتيز هيعلى، واخد بالك؟ طب لو واحد عنده ليفر سيل فيلير، الهيباتوسايت نفسها مش قادره تتخلص من الالكالاين فوسفاتيز، برضه الالكالاين فوسفاتيز هيعلى بس مش قوي، يعني بيبقى مايلد اليفيشن،
لما ماركت اليفيشن لو قفلت السكه بالضبه والمفتاح، او لو عندك سبيس اوكيوباينج ليجن يعني اميبك ليفر ابسس، كانسر، كانسر ماس يعني في الليفر، انا بتكلم على الليفر، كوليستيزس، كل دي ترفع الكلاين فوسفيز جامد قوي، ماركت اليفيشن. انما الهيباتو سيلولار جوندس ترفع بس مايلد اليفيشن. فاكرين ان انتوا السؤال ده؟ طبعا العظم كمان يرفع قوي. واخدين بالكم؟ كان في مرض سؤال هنقوله في البلد المالت، فاكر ده انا قلته والله العظيم وانا بشرح المالتيبل مايلوما، قلت لك قبل ما نعرف اي حاجه عن المالتيبل مايلوما، قلت لك اكتب جنب كلمه مالتيبل مايلوما، على فكره ما بتعليش الايه؟ الالكالين فوسفاتيز، على الرغم ان هي حاجه في العظم، يعني بيحصل اول حاجه العيان بيشتكي منها اي عظمي اي ضهري، بس الالكالين فوسفاتيز ما بتعليش. السؤال ده بيجي ام اس كيو في البلد على طول. ما علينا يعني. فهنا طبعا السؤال ده اجابته سهل قوي، لكن انا لو عايز اصعبه اجي اقول لك ايه بقى؟ سيرم الكالين فوسفاتيز از ريزد ان اول اكسبت، عارف اشيل الام اي والكلام الفارغ ده، اكتب لك ايه بقى؟ هايبر فيتامينوزس فيتامين دي. خد بالك في ناس هتقول لك فيتامين دي ده بيعلي الكالسيوم، ده بيعلي، لا هو بيعلي الكالسيوم اه، بيعلي الفوسفيت كمان اه، انما ما بيعليش الالكالين فوسفاتيز. واخد بالك؟ انما مثلا لو قلت لك ميتاستاتيك ليفر ديزيز بيعالج، انتراهيباتيك كوليسيزيس يعلي، برايمري بيليار سيروز يعلي، لو قلت لك كمان باجي ديزيز طبعا اوست بلاست قد كده وبتطلع بيعلي، وهكذا يعني. ندخل بعد كده بيقول لك ده بقى سؤال سهل قوي، البورتال هايبرتنشن. طبعا البورتال هايبرتنشن بتبقى الكابوت ميدوزا زي النافوره، فبتبقى اواي من الامبلايكس، ده دي سهله قوي بقى دي، خلاص دي حاجه هايفه قوي. طيب ندخل بقى بعد كده بيقول لك التيبيكال فيتشر اوف فالمننت هيباتيك فيلير، تيبيكال فيتشر اوف فالمننت هيباتيك فيلير. مش عارف انا حاسس ان انتوا، احنا ممكن نراجع على فكره لو انتوا موضوع مش فاكرينه قوي، احنا ممكن يعني على الاقل يعني بص، طب والله استنى ما انا مزعلكم الاول، استنوا بقى بص يا ولاد، فين تعرفين لو كنا بدأنا بدري شويه، بس المشكله دلوقتي الساعه 11 النور بقى، النهارده كان العمليه كانت صعبه. فالمنت هيباتيك فيلير اهو، حلو اه بالمناسبه، ده ايه ده؟ ده سبحان الله. طب تصدقوا بالله دي علامه، والله العظيم دي علامه يا اخوانا، ايه ده؟ ده يبقى السؤال ده جاي، لا جاي خلاص، حد يفصل لي بقى. انا بفتح فالمنت هيباتيك فيلير لقيت اول سؤال بور بروجنوزس، ده هو اللي انا كنت بقوله من شويه على فكره، يبقى جاي يكتبوا كده السؤال القاتل 2024 خريف، احنا في خريف ولا والله ما نعرف، المهم 2024 واللي منكم قاعد معانا شويه 2025 ان شاء الله. فالمهم البور بروجنوزس هيباتيتس بي طبعا ده ايه؟ بور بروجنوزس، شوف انا كاتب ايه؟ هيباتيتس ايه فيروس؟ بيتر بروجنوزس، انتوا واخدين بالك زين؟ هيباتيتس بي فيروس، كل دي جمل تيجي في الام اس كيو. شوف بقى هنا بيقول لك ايه؟ الباراسيتامول البروجنوزس احسن من ايه؟ الايديوسانكيرازي، يعني الادويه اللي احنا قلناها اللي بتعمل ايديوسانكيرازي اللي هو انبريدكتابل، نون بريدكتابل، دي كلها البروجنوزس زي الزفت، انما الباراسيتامول الى حد ما بروجنوزس احسن شويه. خلاص طبعا لو انت مش عارف سبب يبقى بروجنوزس زي الزفت، انا هعالجك ازاي اصلا؟ الاوتو اميون هيباتيتس بور بروجنوزس، الويلسون بات كاري سندروم، الجماعه بتوع المشروم اللي يروح يجيب بيتزا ويعمل لك نفسه انا مشروم، مشروم يا ابني وليه طعم يا ابني، يقول لك بس هو ايه حركاته وخلاص، المشروم المفضل بتاعه طبعا ملوش طعم، طب هيجيب لك فالمنيشن يبقى ليه؟ شيله وخلاص. المهم يعني تعالى كده الفالمننت هيباتيك فيلير، الموضوع ده يا جماعه مهم جدا، عايزكم تذاكروه كويس قوي، الديفينيشن ده لازم تبقى حافظه صم خلاص، وتبقى عارف كمان خد بالك التوقيتات بتختلف، يعني في كتب يعني دي التوقيتات الموجوده في كتاب القصر، كتاب القصر عيني النسخه الجديده كمان، واخد بالك؟ هتبقى عارف امتى تقول اكيوت ليفر سيل فيلير لو اقل من 26 اسبوع. فالمننت هيباتيك فيلير اللي انا بشرحه بقى هنا اللي هو بيبقى من اسبوع ل 8 اسابيع خلاص. طب لو من 8 ل 26 سب فالمننت، الرقم اللي تحفظه فالمننت ليفر سيل فيلير، بس عارف الام اس كيو يقول لك اكيوت ليفر سيل فيلير، ده بيبقى اقل من 26 اسبوع خلاص. في الام اس كيو لو قال لك فالمننت هيباتيك فيلير يبقى اقل من 8 اسابيع. الايتيولوجي اهم سببين هما دول، فايرال هيباتيتس وايه الباراستامول توكسيستي اكتر من 15 جرام، قلنا ان هو دايركت توكسيك، وقلنا ان هو دوز ايه دوز ديبندنت، الباقي رايت جرايد يعني الكوليك توكسيستي ما انت عارفها، الاكيوت فاتي ليفر بريجنسي، الريس سندروم طبعا بيجي في الاطفال والجماعه في السن الصغير يعني بعد فيرال انفكشن واسبرين والكلام ده، بات كاري سندروم، الويلسون البات كاري سندروم اهو يعمل اي حاجه، كورونيك يعمل، اكيوت يعمل، هنراجعه دلوقتي خلاص. الكلينيكال بيكتشر تبقى عارف طبعا، ان فاكر لما تمايلنا انكفالوباسي كواجيولوباسي، انكفالوباسي اند كواجيولوباسي،
الجوندس بتبقى مايلد في الاول، واخد بالك، وبعد كده فجاه بتتنقل ب 60 نيله. اهم حاجه بقى الكومبليكيشنز طبعا، انكفالوباسي وكواجيولوباسي، وبعدين اي فيلير من فوق لتحت، اي فيلير من فوق لتحت، يعني يبدا بالدماغ كده تلاقي سريبرر، ما فيش حاجه اسمها سريبرر فيلير يعني، يبقى سريبرر اديما. طبعا يا جماعه اسهل حاجه في الدنيا ليه؟ انت لما كبرت دلوقتي وداخل على الامتحان تقدر اصلا، بطنك بتخليك تقدر تجيب اي تفسير لاي ظاهره حتى لو انت مش مذاكرها. فانا دايما بقول اهم حاجه اعرف الاول ايه، وهتلاقي مخك لو عندك خليتين مخ تعرف تقول ليه. يعني وانت بتذاكر اهم حاجه تفتكر ايه اللي بيحصل، كومبليكيشنز ايه هي. اول حاجه اديما، هيجي صدى صوت يقول لك اي فيلير من فوق لتحت لتحت لتحت، يبقى سريبرر، ما تقولش فيلير بقى، سريبرر اديما. انت واخد بالك؟ لو قلت لك ليه، ما انت عارف يعني فازو دايليشن، يعني اللي هو الفازو دايليتور ماتيريال يعني. انت واخد بالك؟ انزل تحت شويه، ريسبيراتوري فيلير، انزل هارت فيلير او سيركيراتوري فيلير عشان في هايبوتنشن. انت واخد بالك؟ عشان برضه الفازو دايليتور ماتيريال، رينال فيلير. انت واخد بالك؟ انفكشن الميتابوليك، كنت انا قايل لك اي هايبو، اي هايبو في اي اتجاه، هايبو جلايسيميا، هايبو كاليميا. سؤال طبعا لازم يجي ام اس كيو، ميتابوليك كومبليكيشن اوف بالمننت هيباتيك فيلير، هيجي يقول لك ايه؟ اي هايبو، هايبو، هايبو. طب هيجي يقول لك اكسبت مثلا، طبعا هايبو جلايسيميا، هايبو كاليميا، هايبو ناتريميا، هايبو ماجنيسيميا، هايبو كالسيميا، هايبو اي حاجه. طب بيحصل ايه في البي اتش؟ كلهم بيبقوا ميتابوليك الكالوزس ما عدا الباراسيتامول. طبعا بيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل اسيدوسس، لاكتيك اسيدوسس، فكلهم ميتابوليك الكالوزس. فلما يجي يقول لك ايه الكومبليكيشنز اوف مش ميتابوليك الكالوزس، الانفستيجيشنز طبعا تبقى مذاكرها كويس قوي، انت عارف ان الالبوم بيبقى نورمال الا لو عدى 21 يوم، واخدين بالكم؟ إيه، تبقى عارف البروثرومبين تايم طبعا بيبقى برولونجد، وده بيستخدم بروجنوستيك فاليو، يعني لو لقيت البروجنوستيك تايم البروثرومبين تايم او الاي ان ار برولونجد، تاخد العيان في حضنك كده عشان دموعك تنزل ورا ظهره يقوم ما يشوفهاش. خلاص، انفستيجيشن فور ذا كوز طبعا، ليفر ايمجنج، السي تي والام ار اي عشان استبعد مش عارف ايه. طبعا الكينج كانت مهمه جدا في البروجنوزس على فكره، لو انت فاكر الكينج سكور، عشان نقول احنا هنعمل ليفر ترانسبلانت في العيان ده ولا لا، وكنا شرحناها قبل كده بطريقه سهله. يعني تقدر ان انت ايه، البور بروجنوزس من الحاجات المهمه، ويسيبك من تريتمنت هنا مش مهمه قوي. خلاص، ندخل بعد كده نرجع تاني لاسئلتنا النهارده يا جماعه. احنا قلنا سهره بطنيه، هنقعد مع بعض ان شاء الله لحد قاعدين يعني، مش قاعدين. خلاص، هنا بيقول لك ايه بقى بعد كده؟ A typical feature of permanent hepatic failure include except. شوف هنا بيقول لك ايه؟ الانست وزن 8 اسابيع، صح، لسه قايلين من 1 ل 8. هيباتوس بلينوميجالي اند اسايتس امتى يا ابني؟ ده انا لسه قايل لك اصلا غالبا الليفر هيصغر مش هيكبر اصلا. امتى ده اكيوت يا ابني؟ يا ريته كان في وقت اصلا، قول للاسف، اكتب كده للاسف، مفيش وقت خلاص، كله راح، كله راح. فطبعا تبقى الاجابه هيباتوس بلينوميجالي اند اسايتس. الباقي بقى انسفالوباسي وفيتر هيباتيكاس بتحصل طبعا، نوزيا فوميتنج ورينال فيلير سيريبرال اديما لسه قايلين دلوقتي. فالكلام اللي هو ايه، حماده بالجنزبيل قوي. اهم سبب يعمل هيباتوما طبعا ليفر سيروزس، ده في مستوى الطالب الاي كيو شمبانزي. ويتش اوف ذا فولوينج نوت اسوشيتد ويز ليكو سايتوزس، اللي هو الوايت بلاد سيلز تزيد يعني. طبعا الفيرال، الفيرال بيعمل ليكوبينيا ويز ريلاتيف ليمفوسايتوزس. ليكو دي اسئله بتيجي يعني عشان ايه؟ تجاوب يعني، عشان برضه يبقى اسمك جاوبت اسئله يعني. فقشطه يعني، تعرف الاسئله دي ممكن مع الوقت والصربعه الامتحان وعدم التركيز، وتبقى عشان كده دايما بقول يا جماعه قبل امتحان البطنه بالذات، اقسم بالله اللي هينام بعد الساعه 10 بالليل اعرفه واطلعه واجيبه واقتله عشان يبقى عبره لمن لا يعتبر او لمن يعتبر، ما اعرفش. 10 بالليل يا ابني تكون نايم، نايم وتنهي علاقتك بالبطنه على فكره، حتى لو مش مذاكر اي حاجه. يعني لو واحد، انا شخصيا كده بقى، هتيجي تتصل بيا 10 و5 اقول لك اتس تو ليت. تصدق بالله لو رئيس القسم نفسه اتصل بيك الساعه 11 بالليل ليله الامتحان قال لك على فكره انا هجيب ال 10 اسئله دول، قول له يا رئيس القسم اتس تو ليت، كنت فين قبل الساعه 10؟ لان ضررهم هيبقى اكتر بكتير من فايدتهم. لازم تبقى نايم ومركز. يعني كل سنه بقول الكلام ده، وكل سنه بنشوف الظاهره دي، اللي بيبقى داخل هادي وراح الامتحان بيضحك ولا في دماغه هادي، حتى لو مش مذاكر والله بيجيب درجات اعلى بكتير قوي من التنشن، بالذات في الام اس كيو يا جماعه، في الاسئله اللي محتاجه ايه، تركيز ووقت زمني وحاجات كده. خلاص، هتبقى داخل كده ايه على مهلك يعني، وتبقى قاعد ايه. وطبعا لو قلت لكم كده هتبقى قاعد في الامتحان كمان، اللي عايزكم تعرفوا ان في واحد مخلص بيدعي لكم، ده دي هتفرق معاكم. اللي هو انا يعني بيقول لك هنا which of the following lab test most characteristic of patients with jaundice secondary to اخواننا الخمرجيه alcoholic hepatitis.
ايه اللي يخليك تشك؟ انا على فكره شايف ان السؤال ده في مصر مهم جدا جدا جدا. خليك تشك او تلقط اخواننا الخمرجيه. اللي عنده فيرال هيباتيتس او الكوليك هيباتيتس، الاي اس تي والاي ال تي اللي هم اللي سجوت واللي سجبت، الاثنين بيزيدوا. انما في اخواننا الخمرجيه اللي سجوت بيزيد اكتر من ضعفين اللي سجبت، وما بيزيدوش عن 300. يعني ايه؟ يعني لما يجي واحد يقول لك انا الاي اس تي والاي ال تي النسبه 2 الى 1، والاي اس تي 250، يعني مثلا 250 والاي ال تي 100، قول له انت بتشرب يا استاذ ابراهيم. ساعه دكتور قول له انت بتشرب. يبدا بقى يقول لك ده في ده كاسين، قول له انت بتشرب خمورجي. فضحته بايه؟ بالنسبه دي. انت واخد بالك؟ النسبه بتبقى 2 الى 1، اكتر من 2 الى 1، وما بتزيدش عن 300. واخد بالك؟ طيب السؤال ده مهم جدا. انا شخصيا لو بحط امتحان اجيب السؤال ده على طول. لسه بقى بنقول بريدكتابل دوز ديبندنت هيباتو سيلولار انجري، لسه قايلين الباراسيتامول خلاص اكتر من 15 جرام. الانتيدوت بتاعه بالمناسبه ان استايل سيستاين. السؤال ده لسه حالين، لسه حالينه من شويه، الهيباتيتس دي. الاوتو اميون او ده على فكره من مواضيع الاوتو اميون هيباتيتس، عايزك تراجعه من على التطبيق وتشوفه كويس جدا. يعني بكره الصبح كده اصحى اسمع الاوتو اميون هيباتيتس، انت واخد بالك؟ وعايزك كمان، في انا عامل محاضرتين كده اللي هي واقفه مع النفس، عايزك تبدا بيهم بكره، اللي هو الليفر سيروزس، لان شرح الكلمات المضيئه اللي تيجي في الحاله، في الحالات بتوع الويلسون والهيموكروماتوزس والبرايمري بيليار سيروزس والاوتو اميون، يعني شرح حاجات كده، والبورتال هايبرتنشن. فبكره نعمل واقفه مع النفس في ساعه وربع، هتسمع الساعة وربع أول ما تصحى بكرة قبل الكلية كمان، اصحى كده صلي الفجر واقعد اسمعه، واقفة مع نفسك وانزل بقى خلاص. فهنا بيقول لك 15 سنة elevated liver enzyme positive anti nuclear antibody، طبعا نص بروبابلي هيبقى اوتو اميون. ايه يا جماعة؟ هيباتيتس. ده يعني حالة سهلة وغالبا مش هتيجي، لان نحن في زمن قل فيه رئيس قسم طيب، انما لازم تبقى مذاكر اوتو اميون هيباتيتس، عارف انواعه التايبس بتاعته، عارف الانتي بوديز اللي موجوده في كل نوع، يبقى عارف الحاجات دي كويس، او البرايمري بيلير سيروزس والحاجات دي. هيباتيتس سي الكرونيستي بتبقى طبعا 75%، ده سؤال سهل قوي برضو. شوف السؤال ده اتكرر اكتر من مره. فالمننت هيباتيك فيلير نوت كوزد باي، قلنا باراستامول ايديوسانكيرازي، لانه هو دوز ديبندنت مش ايديوسانكيرازي يا جماعه. اصل ممكن تشوف سؤال تقوم مختار ده باراستامول، هو اهم دواء يا ابني، الباراستامول توكسيك دوز ديبندنت. خدوا بالكم يا جماعه، اوعى حد ينقص السؤال ده. انا كررته 3 مرات، لان كل سنه بيطلع بره طالب يقول لي انا يا دكتور السؤال ده طبعا ده ضمنه، اقول له ضمنه ايه يا ابني؟ يقول لي اخترت لا الباراستامول دوز ديبندنت وليس ايه؟ وليس ايديوسانكارس. ايه اللي بيدي اميونيتي في الهباتيتس بي؟ طبعا هباتيتس بي سيرفيس انتي بودي، خد بالك سيرفيس انتي بودي مش كور انتي بودي. هباتيتس بي سيرفيس انتي بودي هو ده اللي بيدي ايه؟ بيدي ان بيدي اميون. يعني انت لو عندك هباتيتس بي اس انتي بودي، انت مش محتاج ايه؟ مش محتاج خالص تاخد الفاكسين. انما لو سي انتي بودي تاخد الفاكسين. واخد بالك؟ اسال سؤال ولا بلاش دلوقتي؟ بلاش. وتش انا على فكره الامتحان هيخليني استشف بقى، بس كلكم هتحلوا. يعني مش عايز الاقي واحد ما حلش. واخدين بالكم؟ عشان نعرف، عشان انت كمان تعرف مستواك وانا اعرف مستواكم. وبعدين انا هجيب اسئله على فكره، انا واثق ان محدش عارف يجاوب 5 اسئله مثلا من 30 سؤال. إيه عشان تبقى معلومات جديده برضه، عشان نستفيد يعني. لسه قايلين بقى الموست كومن اسيد بيز ديستربنس في البيشنت ويز سيروزس وبورتال هايبرتنشن في الليفر عموما، قلنا ميتابوليك ايه؟ الكالوزس. فاكر لما انا قلت لك معظم حالات الالكالوزس يا جماعه، عشان ما تفكرش كتير بقى، ساعات في الامتحان يقول لك طب الالكالوزس تعمل هايبوكاليميا ولا هايبركاليميا؟ قول له يا دكتور اكتب كلمه الكالوزس كده، اعمل بس كده مربع حوالين كلمه بوتاسيوم لوس، قول له كل اللي عايز اقوله وصل خلاص. خليك في الشفوي كده، ايه ليك بص رخم كده، قول له كل اللي عايز اقوله وصل خلاص، وحط ايدك على كتفه وقول له كل اللي عايز اقوله وصل خلاص. واحيانا يكون الصمت ابلغ مليون مره من اي كلام، سيبه وامشي. لا بص لك كده وبيديك صفر، طير كده وقول له ايه يا دوب. لا استنى، اقول له الكالوزس بوتاسيوم لوس بهايبوكاليميا. افتكر البق ده عشان لو ما لحقتش اقوله لك بعد كده، هايبوكاليميا تعمل الكالوزس والالكالوزس تعمل هايبوكاليميا، والهايبركاليميا العكس بقى تعمل اسيدوزس والاسيدوزس تعمل هايبركاليميا. واخد بالك؟ بس كده. فدي تخليك تجاوب بسرعه، طبعا انت عارف التفسير لو مذاكر نفرولوجي يعني. مسرحيه اللي كنا عملناها فاكرين يعني بقى.
ماشي. السؤال ده بص بقى، انا بحط امتحان اقسم بالله، انا السؤال ده اجيبه اول سؤال. ليه؟ لان انتوا كلكم هتتعرضوا للسؤال ده في الامتياز، انتوا ده هيحصل لكم انتوا. يعني انت هتبقى واقف بقى مبسوط بقى في الامتياز وعايز تاخد غرز، ويا عيني تروح بتاخد غرزه، طبعا هتتشكشك وهتتعور مليون مره، هتعور نفسك اصلا، هتبقى انت ايه بعد ما بتاخد غرزه بتقعد جنب العيان، انت حد يجي ياخد لك غرزه. عادي جدا هتلاقي واحد صاحبك بياخد غرزه، فجاه لقى العيان بيضحك وعور نفسه، فالعيان ده انا عندي هيب سي، جالك يا حلو هيب سي، او ده انا عندي اتش اي في، ممكن العيان قاعد يضحك، ما هو بقى يعني، او انا عندي هيب بي. فهنا بيقول لك ايه بقى يا سيدي، واحد اتشك اهو بايه، هو بيعمل العمليه اتشك والعيان بيضحك وعنده هيب سي، عنده ايه هيب سي. هنا ايه النصيحه اللي تديها لصاحبك ده؟ هري اشورنس تقول له معلش وبكره تبقى احسن اللي جاي، ولا اكتف ايمونايزيشن، تدي اكتف ايمونايزيشن ولا بقى فاكسين، ولا تدي باسيف ايمونايزيشن، ولا انترفيرون ياخد انترفيرون، ولا فولو اب لمده 6 شهور. طبعا فولو اب لمده 6 شهور. طب لو هو هيباتيتس بي، خد بالك بقى لو خدت الفاكسين ري اشورنس، تبقى الاجابه ري اشورنس. طب لو انت مش واخد الفاكسين تاخد اكتيف وباسيف ايمونايزيشن، فاهم الحته دي؟ يبقى لو هو هيب سي هتعمل فولو اب لمده 6 شهور بتابع الانزيمات، طب لو بس بتابع الماركرز. طب لو هو بي، لو هو واخد الفاكسين يبقى الاجابه ري اشورنس، طب لو مش واخد الفاكسين يبقى الاجابه اكتيف وباسيف ايمونايزيشن. فمره السؤال ده جه في الامتحان ما كانش محدد هو واخد الفاكسين ولا لا، بس قال ان هو طالب في الامتياز، انت واخد بالك، يعني طالب لسه دكتور يعني، فهو على افتراض ان اي دكتور طبعا واخد الفاكسين يعني، فهو من غير ما ايه، يبقى انت لو واحد صاحبك اكيد واخد الفاكسين، قال لك الحقني العيان عنده هيب بي، قول له ري اشورنس ما تخافش وبتاع، وخده في حضنك وانت زي الفل، انت كويس، انت برنس جامد خلاص، وهكذا. وخد بالك لازم برضو تعرف البوست اكسبوجر ريسك، السؤال ده بيجي في الام اس كيو برضو، بوست اكسبوجر ريسك اللي هو فرصه ان يجي لك المرض ده لو انت اتشكيت. بص يا سيدي رتبهم كده اي سي بي، مش اي بي سي بقى، اي سي بي. طبعا الاي اللي هو الايدز، هو حد يقول ده هيباتيتس ايه يا ابني، هيباتيتس ايه ما بينتقلش عن طريق الدم، يبقى ده الايدز اللي هو الاتش اي في. لو انت اتشكيت من واحد عنده اتش اي في بنسبه ان يجي لك اتش اي في بتبقى 3 لكل 1000، يعني 3 من 10%، يعني من كل 1000 واحد هيتشكوا في 3 هيجي لهم ايدز ان شاء الله. طب لو سي 3 لكل 100، يعني 3%. طب لو بي 3 لكل 10، يعني 30%. بس ميزه البي النسبه اكبر، بس كورونيستي اقل، انما السي نسبه 3% بس كورونيستي بقى 70 80%، انت واخد بالك؟ فبرضه لازم تبقى عارف الايه؟ فالمهم البوست اكسبوجر ريسك دي تراجعها كويس قوي يعني. خلاص يا اخوانا دي بقى حاجة. شوف السؤال ده والله حلو، تيبيكال ليفر فانكشن مش عارف ايه، هايبوجلايسيميا. تعالوا في بقى الاسئله طبعا كتير بقى ببعتها لكم، بس يعني هتلاقي في حاجات، يعني مثلا السؤال ده اهو، اللاب تيست شود بي اوردرد تو سكرين اكيوت هيباتيتس بي، عنده لو انت مذاكر هيباتيتس، الهيباتيتس بي يا جماعه قلت لك ايه الكلمتين دول، وهتلاقي في كتاب اصلا كاتبهم كوبليه كده لوحده، يعني الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين وإميونوجلوبولين ام انتي اتش بي سي، لو انت فاكر يعني. المهم قبل ما نحل اسئله القصر العيني في معلش ارجع للسؤال اللي فات ده كده، ليه؟ السؤال اللي فات ده هنا ده كنا بنعمله في حالة الويندو جاب صح؟ الويندو جاب. عايز بقى حضرتك معلش تفكرني ايه هو الويندو جاب؟ بص حالا اهو هجيب صفحة، بص يا سيدي حصل، طب نشرح في نفس الصفحة دي خلاص. كان في منحنيات، بص انت ادي كده كيرف اهو، اول حاجة بيحصل ايه؟ ال اتش بي اس انتيجين، فاكر لما قلنا في دايرتين كده وفي انصاف الدوائر، دايره كده ودايره بتيجي من هنا كده نص دايره، ايه ده؟ ايه الدايره دي؟ ده اللي هو الاتش بي اس انتيجين اللي هو الانتيجين بتاع السيرفس، واخد بالك؟ طب والدايره الصغيره دي الاي انتيجين اللي انا كنت قلت لك ارسم جمجمه وعليها عظمتين لان دي الانفكتيفيتي. طيب ده بقى ايه اللي هو ده؟ نقول هنا اللي هو ده السيرفس انتي بودي. لو انت جالك العيان فانت شاكك ان عنده هيباتيتس بي، قلت له انا عايزك تشوف الاتش بي اس انتيجين، طلبت منه الاتش بي اس انتيجين والاتش بي اس انتي بودي، بس حظ العيان العاسر انه جالك في المرحله دي اللي هي 3 شهور، الاس انتيجين نزل خلاص، طب الاس انتي بودي لسه ما طلعش،
ففي المرحله دي لو انت اعتمدت على الاثنين دول انت قد تضل التشخيص، لان ممكن يبقى ايه، هي دي اللي اسمها الويندو جاب. يعني ايه ويندو جاب بقى؟ يعني الاس انتيجين خلاص نزل والاس انتي بودي لسه ما طلعش، فانت هتطلب الاثنين دول، هتلاقي كده المعمل بيقول لك نيجاتيف نيجاتيف، مش موجودين الاثنين. تقول له روح يا ممدوح انت زي الفل. مين بقى اللي يفضحه في مرحله الويندو جاب؟ الماركر الوحيد اللي بيبان هو ده، شايف الكيرف ده؟ اهو اهو اهو، انا للاسف كنت عايز اعمل بالالوان بس الصفحه مش، طب استنى اهو صح، ما بالالوان اهي، ده اللي هو ايه بقى؟ اتش بي سي انتي بودي، اللي هو الكور انتي بودي. يبقى مين اللي بيبقى موجود في الويندو جاب؟ اللي هي الويندو جاب دي هي السي انتي بودي، واخد بالك؟ ده اللي هو ملخص الويندو جاب. في حاجات برضو عايزين نقولها كده يا جماعه، اللي هو طبعا انا عايز الفاست ريفيجن اللي هو واقفه مع النفس، تمسكوا المواضيع يعني مثلا نان الكول، طبعا نان الكول فات ليفر دي تصدق لا اكتر موضوع تذاكره في حياتك. الموضوع ده كان من 3 سنين بالظبط ما كناش بنشرحه اصلا، او من 4 سنين او 5 سنين. راجل دهون على الكبد، واصلا الموضوع ده كان زمان اي كلام. انما دلوقتي النان الكوليك فات، اولا اكتشفنا ان النان اللي هي دهون على الكبد ممكن تعمل هيباتايتس. تقول لي ايه يعني؟ اقول لك تعمل ناش يعني. تقول لي ايه يعني؟ ما هو الهيباتايتس سمنه تعمل ليفر سيروز. حاليا الموست كومن كوز اوف ليفر سيروزز في العالم كله هو الناش. انت واخد بالك؟ حتى في مصر والله بقى الناش، لان الهيباتايتس سي خلاص بقى ليه علاج دلوقتي. فاحنا بنتكلم حاليا، لو انا جيت قلت لك مين الموست كومن حاليا، لا معلش بقى الناش. كان زمان الهيباتايتس سي، انما دلوقتي الناش. انت واخد بالك؟ فالنون الكوليك فاتي ليفر ديزيز بقى هو المرض الايه؟ موست كومن كوز اوف كورونيك ليفر ديزيز في العالم. فانت معلش يا جماعه، اولا احنا معظم الاسئله بتتنقل من كتب اجنبيه، فانت اصلا نص اسئله الهيباتولوجي هتلاقي في الموضوع ده، انت واخد بالك؟ والنص الثاني الكهوليك، فاحنا مش هنجيب الكهوليك يعني، فهنجيب لك نون الكوليك. خلاص؟ فانت خد بالك النون الكوليك من الحاجات الايه؟ المهمه جدا جدا جدا. طيب فعشان كده تذاكروا كويس جدا، وانا شرحه بالتفصيل، الله يخليكم يا جماعه المحاضره دي اسمعها بالتفصيل، يعني انا مش عايز اقوله تاني. كنا قلنا هو الموست كومن كوز، انت عارف في سؤال، طب استنوا قبل اشوفكم فاكرين ولا لا، قولوا لي صح ولا غلط كده، بس انا فاتح المايكات في جو. النون الكوليك فاتي ليفر ديزيز بتيجي في التخان، صح؟ صح، مش ده السؤال طبعا. هل النون الكوليك فاتي ليفر ديزيز ممكن تيجي في واحد رفيع؟ صح ولا غلط؟ ايوه صح، صح. بنسبه كام بقى؟ 7%. 7%. ده انتم مذاكرين 7%، برافو عليك. السؤال ده مثلا بيجي كتير جدا، تلاقي اختيار كده في الام اس كيو ريجاردنج مش عارف ان وان ايفر يجي في الرفيعين، لا بيجي، او يجي يقول لك بيجي في الرفيعين، انما طبعا النص كومن التخان بس برضه ممكن يجي في الرفيعين. فاستياتوزس اللي هو ايزوليتد فات ليفر، انما ممكن يحصل ناش استياتو هيباتايتس، والاستياتو هيباتايتس يعمل سيروزس. الايتيولوجي كنت قلت لك في برايمري اهم سبب الانسولين ريزيستنس، وسكندري واخد بالك، سكندري تبقى عارفه كويس جدا الاسباب اللي بتعمل نون الكوليك فات ليفر ديز، ده الويلسون منور اهو، والادويه والمال نيوتريشن والهايبر تراي، الناس اللي عندهم الكوليسترول عالي. بس لو انت فاكر بقى النظريتين اللي انا كنت قلتهم، الجينيتك فاكتور مي بلاي رول، دي تيجي في الام اس كيو، ده اختيار، ده في الامتحان اللي انا عامله يوم الاربعاء تلاقي السؤال ده ريجاردنج نون الكوليك فاتي ليفر ديزيز، جينيتك فاكتور مي بلاي رول. طبعا كنا شرحنا بقى الجينيتك فاكتور، شرحناه كويس جدا. النظريات هما نظريتين اثنين، النظريه الاولى انسولين ريزيستنس، ارجع بقى في التطبيق انا قعدت اشرح الحته دي باستفاضه، لان الموضوع ده والله موضوع مهم جدا جدا جدا. وحاجه اسمها تو هيد بروسيس ثيوري، اللي هو حاجتين بيضربوا الليفر، فيرست هيت وسكند هيت، وكنا شارحينهم الاثنين. كلينيكال بيكتشر طبعا سهله، الانزيمز او الانفستيجيشنز تبقى عارفها كويس قوي بالفايبرو سكان، الليفر بايوبس طبعا هو الجولد ستاندرد فور دياجنوزس. العلاج ما فيش علاج، يعني ما فيش لما يجي يقول لك ما فيش اي دواء خد ابروفال فعلاج ان انا الكوليك فاتي ليفر ديزيز، جاست ايه يا جماعه؟ نو سبيسيفيك تريتمنت، الكلمه دي بتيجي ام اس كيو، جاست لايف ستايل موديفيكيشن. واحد بتعمل سونار لقيت كبده قد كده وعرفت ان هو نون الكوليك فاتي ليفر ديزيز، لازم نغير الايه يا جماعه؟ اللايف ستايل موديفيكيشن، نغير الايه؟ الحاجات دي. نغير لايف ستايل، وطبعا عمليات التخسيس طبعا بتجيب نتائج حلوه جدا طبعا. ندخل بعد كده اللي واقفه مع النفس الليفر سيروز، مش عايز اراجعه لان كتير قريب، بس عايز ايه بقى؟ فاكر انت في الليفر سيروزس، ليفر سيروزس طبعا مهم جدا، دكتور، واهم من بعدين دكتور، سيروزس في دواء طلبت من شهرين كده اسمه ريستيفرا، ايوه. في على ما فكره يا بوي. في ادويه كتير بتلعب على الفات بس مش واخده ابروفل في علاج الايه؟ النون الكوليك فاتي ليفر ديزيز، لحد النهارده مفيش ادويه بتاخد واخده ابروفل.
في ادويه كتير بتديها بس مش ابروف. يعني انا ممكن اديك ادويه تعالج سبب كل الكوليسترول مثلا، ادويه للفات للتخسيس، انا مش واخد ابروفر في علاج النون الكوليك فات الليفر ديزيز. كل ده في الليفر سيروزس. طبعا بات كاري سندروم مهم جدا جدا جدا، الهيموكروماتوز عشان نحل اسئله القصر العيني حالا. طب تعالى كده بس ايه نبدا من الاخر الاول بس بسرعه، لان دي انا لسه شرحت في الوقفه مع النفس. ده ما هذا، في ناس بيقولوا اه بالحق، عشان برضو ايه انت الكتاب اللي بتشرح منه اكبر من الكتاب اللي معانا او مختلف عن الكتاب اللي معانا. في نقطه انا عايزك تفهمها يا ابني، الاسهل لما اجي اعمل كتاب انه يبقى كتاب كبير قوي. يعني انا لو قلت لي مثلا عايز اعمل كتاب، انا اسهل، انا اصلا ما بعمل كتاب بيبقى كبير فعلا في الاول، وبعدين بفضل اشيل منه حاجات، في حاجات اقول دي تتقال في الام اس كيو اكتر، دي تيجي سؤال في الام اس كيو. ليه؟ لان انا اه انا اسهل حاجه انا قاعد بعمل كتاب وبحاول ان انا اعمله بطريقه منظمه وكده، بس في الاخر في طالب بيذاكر منه، فبرضه طالب لسه ما عرفش معلومات، ما شافش الحاجات دي قبل كده، فانا برضه لازم ابقى عامل حساب كده. يعني ما ينفعش اقعد احط معلومات معلومات يلا افتح المرجع الله الله احط الكوبليه ده كمان واحط ده واحط ده، وبعدين انت هتذاكر هتلاقي نفسك داخل الامتحان ولا كلمه بقى خلاص، يبقى ولا جاوبت الاسئله دي ولا دي، فكل حاجه في وقتها. بس وانا بشرح النسخه بتبقى اكبر، لكن انا بنزل في الاخر اللي بنزله بشيل بقى حاجات كتير واجي اشرح، اشرح منها بقى اشرح من دي، بس الحاجات دي انا احب تيجي في وقتها في الام اس كيو. يعني انت واخد بالك الهيموكروماتوسيس، بص بقى هيموكروماتوزس كل كلمة فيها تيجي في الام اس كيو خلاص، يعني اوتوزومال ريسيسيف خد بالك تيجي في الام اس كيو. طب الجيلبرت اوتوزومال دوميننت، طب الويلسون ريسيسيف، طب فالحتة دي انت لو مش مركز على فكرة هتضغط في الام اس كيو على طول. فالهيموكروماتوزس خلاص تبقى عارف. الجين هو طبعا الاتش اف اي جين اللي كان مسؤول عن بروتين مهم جدا جدا، مين فاكر اسمه اتش اف اي خلاص، في كروموزوم رقم 6 خد بالك، الويلسون نحاس نحس يبقى 13، انما هنا 6 اوتوزومال ريسيسيف الجين اتش اف اي جين، خد بالك من الاسئله اللي انا هقولها دلوقتي. طبعا بقى كنا شرحنا الكلام ده باستفاضه، والايتيولوجي اوتوزومال ريسيسيف بيبقى ميوتيشن في الجين اتش اف اي جين، السؤال ده بيجي ام اس كيو، وكنا قلنا ان الموست كومن ميوتيشن كنت قلت لك احفظ بس الكوبليه ده اللي هو سي 282 واي سي 282 واي، طبعا هوموزايجوس خلاص، ده كان اهم ميوتيشن. ما اعتقدش ان ده يجي ام اس كيو لانه برخم قوي، بس ممكن يجيبه على فكره برضو، بس انا يهمني اتش اف اي جين ده. طيب الكلينيكال بيكتشر كنا قلنا بقى الكلينيكال بيكتشر ثمان حاجات كنا شرحناهم باستفاضه، ليفر وقلب، انما الويلسون كان ليفر وكلاوي، فطبعا ليفر وقلب بيحصل كارديوميوباسي، الليفر بخاف جدا من الكانسر، نسبة الكانسر بتزيد في الهيموكروماتوزس 200 مرة عن الإنسان الطبيعي خلاص، 20 أو 30% من حالات الهيموكروماتوزس تقلب لهيباتوما، مرض خطير جدا جدا جدا. الهارت كاردو مايوباسي برونزد فكرك بالسكن، وبنكرياس برونزد دايابيتس البنكرياس، طبعا يحصل دايابيتس والسكن بيبقى برونزي عشان الاستيموليشن اوف ميلانوسايت، حاجه فوق وحاجه تحت فاكرينها كويس جدا. ليه الحاجه اللي تحت ليه اتروفي في التستس؟ ما تقولوش لان بيحصل ديبوزيشن في الحديد، الناس تضحك علينا يا ابني، انما ليه بيحصل تستيكولار اتروفي؟ عشان الهايبوجوناديزم، لانه قلت لك لو انت مذاكر اندوكراين الهيموكروماتوزس كانت بتعمل هايبو فانكشن في الغدد الصماء، فيحصل لك في تروح في البيتيوتري تروح في الادرينال تروح في وهكذا يعني خلاص، فهايبوجوناديزم ادرينال اهي، وطبعا اثنين بحرف الايه اللي هم ادرينال وارثرايتس. على فكره كل ده بقى ما بيجيش قوي في الام اس كيو، لو جه بيبقى سؤال سهل. اللعب كله يا ابني في الانفستيجيشنز، بص بقى ركز بقى في كام كلمه دول في الانفستيجيشنز، لان هو ده موضوع الايه الهيموكروماتوزس في الام اس كيو. اولا في الهيموكروماتوزس الجولد ستاندرد اللي تخليك تحلف ان انت هيموكروماتوزس از، ده اول سؤال ليفر بايوبسي، بس السؤال ده سهل ونحن في زمن قل فيه رئيس القسم الطيب. السؤال الاهم بقى، طب انت واحد دلوقتي لو عيان جاي لك عنده مثلا 30 35 سنه، ابوه مات بسبب الهيموكروماتوزس، واكتشف ان اخوه من سنتين عنده هيموكروماتوزس، وجاي لك العياده قال لك يا دكتور انا خايف. خايف من ايه يا ابني؟ انت دكتور غبي، خايف من الهيموكروماتوزس؟ قول له اه ماشي، اعمل ايه؟ هل ده هتطلب منه الليفر بايوبسي؟ لا. عارف تطلب منه ايه بقى؟ اه قول له تعالى شوف الايه؟ هذا البروتين الميوتيشن الخطير. يبقى اول حاجه هتشوف الميوتيشن تعمل اناليسز للايه يا جماعه؟ ببحث عن الاتش اف اي جين.
انت واخد بالك؟ فدي من الكلمات دي اول كلمه في الام اس كيو. طيب خد بالك بقى، طب لو ما جابلكش في الاختيارات ان انا اعمل اشوف الجينيتك، مفيش جينيتك في الاختيارات خالص، تختار ايه؟ قول له بختار ترانسفيرين ساتوريشن او الفيريتين. او الفيريتين، طب لو الاثنين موجودين اختار مين؟ قول له ترانسفيرين ساتوريشن مش الفيريتين. ليه؟ لان الفيريتين في عوامل تانية بتاثر فيه، منها الانفلاميشن، والانفلاميشن في الليفر شخصيا، عشان كده ترانسفيرين ساتوريشن. لو الترانسفيرين ساتوريشن اكتر منه لازم تحفظ الرقم 45%، يبقى لازم هنا بقى تشوف الاتش اف اي جي. ملهاش، ما فيش فصل. يبقى لما يجي يقول لك مين الموست امبورتنت انفستيجيشن في الحاله اللي انا قلتها لك دي، هو ان انا بعمل جينيتك اناليسيس بشوف الاتش اف اي جين. طب لو ما لقيتش، لان يعني في اسئله ام اس كيو ما فيهاش الاتش اف اي جين، يبقى انت عايز تبدا بحاجه سريعه كده، حاجه سهله كلنا بنعملها، ترانسفيرين ساتوريشن اكتر من كام؟ اكتر من 45%. كل ده هيبان انت فاهمه ولا لا الامتحان الجاي. خلاص، فالحته دي انا شايف ان دي اهم كلمه في الام اس كيو في موضوع الهيموكروماتوزس. خلاص، بس الهيموكروماتوزس طبعا هو الجولد ايه ستاندرد، طبعا علاج بتعمل في الليبوتومي فينسكشن. طبعا المرض ده مش محتاج اقول انه بيجي في الميل اكتر من الفيميل، يعني عشان المنسترويشن. وهكذا. ادخل بقى بعد كده على الويلسون. الويلسون ده بقى يعني فين الويلسون؟ اهو، اللي هو الهيباتولنتيكولار ديجنريشن. بص اكتب الحاله، السيناريو ده عيل صغير، عيل صغير، عشان البروبلم سولفنج موجود. الحاله دي بالظبط على فكره موجوده في كتاب القصر العيني كمان في البروبلم سولفنج. عيل، وعلى فكره الويلسون دايما يجي كده، عيل صغير امه جايباه باكية، اصل اخته الكبيره ماتت من نفس ذات المرض. طبعا ممكن طالب بيقرا ايه ده، اخته الكبيره ماتت من نفس، الله يرحمها ويرحم امه. يا ابني هو كاتبها لك في الحاله ليه؟ يعني امه جايباه بتبكي ليه؟ هو لو واحد عيل اصفر امه هتبكي؟ لا مش هتبكي. انما هي ليه امه بتبكي؟ يا دكتور الحقني، وانت طالع اهدي يا انسه، في ايه بس؟ طب مالك؟ ايه ده الواد عنده صفرة، ايه المشكله؟ تلاقي كل سندوتش كبده وهو يقول لك لا يا دكتور، اصل اخته الكبيره حصل لها نفس الحكايه وماتت. اخته الكبيره ماتت من نفس ذات المرض. لا تقول لها اقعدي بقى يا نسا اشرحي لي، تقول لك فجاه كده وهي قاعده لقينا عينيها اصفرت، انزيمات الكبد عاليه، وكانت بتعمل حركات غريبه كده وهي قاعده. انت واخد بالك؟ ابنورمال موفمنت، او نطقها بقى تقيل. فالواد برضه شوف الدكتوره بيتكلم نطقه تقيل كده، انت واخد بالك؟ لسانه تقيل. كل الحاجات دي، او عينيه الحواف بدات ايه تخضر شويه. خد بالك من الحاجات دي كلها، يبقى امه باكيه، اصل اخته الكبيره ماتت من نفس ذات المرض. وكاتب لك ايه بقى؟ انزيمات الكبد عاليه، او عنده جوندس زائد ابنورمال موفمنت. بس انا لو بحط سؤال في الامتحان مش هقول ابنورمال موفمنت، لان عارف ان كل الطلبه حافظينها كده. هقول مثلا لسانه تقيل، انت واخد بالك؟ المرض ده اول سؤال، شوف شوف اول كلمه ايه، اوتوزومال ريسيسيف، اقطع دراعي. كلكم ذاكرتوا الويلسون صح؟ اقطع دراعي، لو حد كان مركز اوتوزومال ريسيسيف الصوره. او جايبها لك في الام اس كيو، واحد عنده ويلسون اوتوزومال ريسيسيف ولا دوميننت ولا كورنيال السر؟ طبعا اوتوزومال ريسيسيف ديسوردر. الكروموزوم رقم كام؟ نحاس، زي ما الامريكان بيشرحوها للطلبه عندهم في كليه الطب امريكا، نحاس نحس، يبقى كروموزوم رقم 13 يعني، انت واخد بالك؟ نقص السيرور بلازم، طبعا الحاجات انت عارفها بقى، ما انت هتراجع الموضوع خلاص مش قصه، بس انا عايز اركز على النقط اللي بتيجي في الام اس كيو. نقص السيرور بلازم طبعا مهم، بس انا عايز اركز على الكلمات المهمه، ليفر وكلاوي، هناك كان ليفر وقلب، واخد بالك؟ والكدني رينال تيوبرال دامج، ماشي. سي ام اس واي تفتكرها بهيباتو لنتيكولار، تقوم لنتيكولار تفكرك باللينس، وتفكرك كمان باللينتي فورم نيوكلاس اللي موجوده في البيزا الجانجليا. ادي كده الانترنال كبسوله اهي، كان في كده شويه حاجات ايه، اوديت وبيوتيم وجلوبس باليدس، وانا اسف لو باليدس دي جاي على الجرح عند البعض منكم. انما دي لما بتبوظ طبعا بيحصل ابنورمال موفمنت اكسترا بيراميدال مانيفستيشنز. فشوف يقول لك ايه بقى، لينتي فورم نيوكلاس اكسترا بيراميدال مانيفستيشنز اللي هي تريمورز، ابنورمال موفمنت، إيه لسانه يتقل، برضه بيبقى فيه ديبريشن وسايكوزس جامد جدا. وامه هتقول لك اخته الكبيره ماتت، كان فجاه دخلت في دور ديبريشن وسايكوزس في معظم الحالات. خلاص، الاي بقى دي ام سي كيو، ده حتى ده ام ده، تصدق بالله ده انا ما شفتش حاله ويلسون الا ولازم عليها اسئله في الايه؟ في الاي. شايف الكايزر فريشر رينج اهي، شايف اللون، شايف اللون عامل ازاي؟ طيب هنا بقى لازم تعرف انه كايزر فريشر رينج، ولا اجيبها لكم يوم الاربعاء السؤال ده؟ لان حته شائكه هنا جدا، وانا بشرح ركزت عليها، بس جنومونيك ساين اوف ويلسون، بس كمل الجمله، لو انا وقفت كده هي مش بس جنومونيك، انت واخد بالك؟ شوف بيقول لك ايه، كايزر فريشر رينج بس جنومونيك ساين اوف ويلسون ديزيز
واخد بالك؟ تقريبا في 100% من الحالات، 95% يعني 100%. بس في العيانين، لو انا جيت، لو انا قلت لك 25% من ويلسون بس غلط، انما 95 في العيانين اللي عندهم ويلسون ويز نيورولوجيكال سيمتومز، يعني الناس اللي عندهم، يعني واحد جالك مثلا عنده ابنورمال موفمنت ولقيت كايزر فريشر، لازم هتلاقي فيه كايزر فريشر. يعني لو ما فيش كايزر فريشر يبقى دي مش ايه. عشان كده السؤال ده بص جنومونيك ساين فين في الناس اللي عندهم نيورولوجيكال مانيفستيشنز. الحته دي اصعب ليفل من اسئله الام اس كيو. يعني الاسئله السهله يجي يقول لك هو اوتوزومال ايه، تقول له اوتوزومال ريسيسيف. الاسئله السهله هو عباره عن ايه، تقول له نقص السيرولو بلازمين. الاسئله السهله هو بيبوظ ايه، الليفر والكيدني الاسئله السهله هو بيعمل هيباتوما، لا اللي بيعمل هيباتوما هيموكروماتوزس. الاسئله السهله مش، انما اللي عايز صعب، لا تعالى لي بقى انك كايزر فريشر رينج بص جنومونيك في مش عارف ايه، انت واخد بالك والعب معاك. وده اللي انا هعمله يوم الاربعاء في الامتحان ان شاء الله. انفستيجيشنز طبعا السيروبلازم تبقى قليله، الاسئله برضه اللي بتيجي على فكره تريتمنت لازم تبقى عارف البنسلامين والتراينتين والزنك، الثلاثه دول تبقى عارفهم ولا حصل؟ الثلاثه دول تبقى عارفهم كويس جدا وبيجوا في الام اس كيو. خلاص اول اوف ذا فولوينج يستخدم في الويلسون اكسبت، تبقى عارف. فهذا هو الويلسون. تعالى برضو عايز اراجع معاك بسرعه الكلام ده يا جماعه، مشروع التطبيق مره ببطء ومره بسرعه ومره، يعني عشان بقى ايه، واحد مش بيذاكر خالص ذاكر السريع وخلاص. خلاص يعني ده توقيت السريع وحل ام اس كيو كتير، على فكره دايما انصح بكده. برايمري بيلياري سيروزس، الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، يعني خلاص شوفوا طبعا الديزيز بيبقى مور اجريسيف في اليونج. برايمري بيلياري سيروزس او برايمري بيلياري كولانجيتس هم نفس المسمى يعني، بس ده الاسم الجديد. موست كومن طبعا اسيمتوماتيك في ثلاث الحالات، قصدي الموست كومن فاتيج. فاكر بقى الخمس حاجات، قسمناهم خمسه وخمسه. خلاص ارجع بقى شوف ما تلاقي الكلام ايه سهل قوي. بس الانفستيجيشنز انتي ميتوكوندريال انتي بودي، هل الانتي ميتوكوندريال انتي بودي اوف بروجنوستيك فاليو؟ لا، هي موجوده في 95% من الحالات. اه شوف امبورتنت دايجنوستيك انما نوت بريدكتيف اوف اوت كم، يعني ما لهاش علاقه بالبروجنوزس. انت واخد بالك مش شفت التتر عالي يا نهار اسود ده انت هتموت؟ لا مش شرط. اميونوجلوبولين ام، حتى ام وام، السؤال ده على فكره بيجي في الام اس كيو، عارف يجي ازاي؟ يجي يقول لك في الاوتو اميون هيباتايتس. اوتو اميون هيباتايتس اول اوف ذا فولون، كل الانتي بادي بتحصل اكسبت انتي لكمه ليفر كيدني مايكروزومال انتي بادي، انتي سموث ماسل انتي بادي، انتي ميتوكوندري انتي بادي، يبقى انتي ميتوكوندري انتي بادي. بالك اهم كلمه بقى هنا الكالاين فوسفاتيز، ده انا ركزت عليها تركيز غير عادي. هنا بقى الالكالين فوسفاتيز ده مهم جدا 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 الى اقصى درجه، الالكالين فوسفاتيز ده. فهنا مهم جدا في البرايمري بيليار سيروزس، لازم تبقى ايه مذاكره، عارف الكلمه دي مهمه جدا جدا. خلاص لان اصلا بي تي والبيلروبين والالبومين ممكن يبقوا نورمال لحد ليت ان ذا ديزيز، يعني ممكن يبقى الفتره متاخره جدا كل ده نورمال، انت هتفضح العيان ده بالالكالين فوسفاتيز. فالكلمه دي مهمه، تبقى عارف الادويه، تبقى عارف النيوديكا، كنا قلنا بيجيب نتيجه احسن في الناس الكبار في السن. المرض ده على فكره ممكن يجي في الناس الكبار، لكن لما بيجي في الناس الصغيرين بيبقى البروجنوزس وحش جدا، وبيبقى لازم غالبا تعمل ليفر ترانسبلانت. فالبرايمري بيليار سيروزس من الحاجات المهمه. كان في كمان موضوع بس عايز في الليفر سيروزس تبقى فاكره، اللي هو الالفا 1 انت تريبسين ديفيشنسي. الفا 1 انت تريبسين ديفيشنسي دايما بيجي في الامتحان، يقول لك واحد ابوه مات بسبب الكبد وجده مات بسبب الرئه، وانت قاعد تقرا ايه ده، ابوه مات بسبب الكبد الله يرحمه، وجده مات بسبب الرئه الله يرحمهم جميعا، ايه ده؟ لا هو بيقول لك، هو بيقول لك كده ليه؟ عشان تفهم ان ده مرض جينيتيك بياخد الكبد والرئه، فالفا 1 انت تريبسين ديفيشنسي. الموضوع المهم جدا بقى اللي هو البط كاري سندروم، راجعه برضه اعرف اسبابه. اي حد عنده هايبر كواجولابيلتي، امراض الدم، المايلوبروليفراتيف ديس اوردرز كلها، الانتي فوسفوليبيد سندروم، اي حاجه بتعمل هايبر كواجولابيلتي، يعني خد بالك البط كاري سندروم يعني انت سادد الليفر الهيباتيك فين بره الكبد مش جوه، بره الكبد اللي بيصب بقى في الانفيرو فينا كيفا. البط كاري سندروم طبعا في حاجات مهمه جدا لازم تبقى عارفها، ان هو بيبقى في اسايتس جامده جدا لا تستجيب للعلاج، ابدومينال بين، الليفر بيكبر فجاه بصوره مذهله، واخد بالك بصوره مذهله، واهم كلمه لوس اوف هيباتو جاجورال ريفلكس، لوس او نيجاتيف هيباتو جاجورال ريفلكس، يعني لما بتك على الليفر هل بيحصل جاجورال ريفلكس؟ لا، لان هتك على الليفر هو اصلا سكه مسدوده. امتى يحصل هيباتو جاجورال ريفلكس؟ لو العيان ده عنده رايت سايدد هارت فيلر. فلازم عشان اجيب لك حاله بات كاري سندروم اقول لك نيجاتيف هيباتو جاجورال ريفلكس، ولازم اقول لك الكبد كبر بصوره مذهله.
واخد بالك، وابدومينال بين واسايتس، واقول لك ايه اللي نعمله هنا يا حبيبي، تقوم تختار طبعا على طول الترا ساوند عشان نصور ايه الهيباتيك فين. خلاص الدوبلكس الترا ساوند هو ده من اهم الكلمات فين في العلاج. وخد بالك ده ممكن يعمل كرونيك او اكيوت ليفر سيل فيلير، فده اللي كنت عايز اراجعه في الليفر سيروزس، ولسه راجعينه قريب. فالامور ايه يا جماعه، الامور بسيطه. انا عارف ان انا يعني لود كبير، بس انت يعني المحاضره دي هتبقى مسجله، فانت هتسمعها لحد يوم الاربعاء الامتحان، يعني الامتحان بتاعنا. تعالوا بقى، تعالوا في ايه كمان كنا عايزين نراجعه بسرعه. طيب تعالوا بقى هيباتولوجي، ده بقى اللي هو كتاب القصر العيني، دي اسئله القصر العيني كلها، اسئله الام اس كيو طبعا احنا كنا حلينها قبل كده، ولو عايز تشوفها بالتفصيل اخر فيديو في التطبيق ام سي كيو في الهيباتولوجي كان بتاع القصر العيني، اللي هو ده كتاب القصر العيني بنفس ترتيب الايه؟ بنفس الترتيب اللي هي الاسئله الصغيره كلها. خلاص؟ هتلاقي بنفس ترتيب كل الاسئله، وهتلاقيني شرح بقى كل ايه؟ يعني هو في القصر العيني هم مجاوبين برضه، بس انا شرح بقى الاختيارات انت ليه بتختار كذا. يعني تعالوا برضه نحلهم مع بعض، احنا حلينهم على فكره، بس يعني احنا ورانا ايه؟ يعني ما حل يا ابني. والتكرار عشان حتى لو جه سؤال وانت مش مذاكره وتفتكره بتاعت في الامتحان. هيباتو سيلولار جونز doesn't result from، طبعا سيليمارين، يعني ده احنا قلنا ده حلو جدا في الناس اللي عندهم ليفر، والناس اللي عندهم كيليا كمان، والناس الخمرجيه بتوع نيرسين كيس كده. خلاص عشان كده هو طبعا مكمل غذائي بيستخدم في كل الناس اللي عندهم ليفر، لانه انتي اوكسيدانت وبيحمي خلايا الكبد وما الى ذلك. الباقي كله طبعا يعني كله بيعمل ايه؟ هيباتو سيلولار جونز، سواء بقى كلوروبرومايد، الهالوسين، الكبر سلفيت، ريفامسين، كل ده ايه ممكن يعني. فده طبعا سؤال ايزي بيزي فيزي، يعني ده اللي هو قصاد الطالب اللي قاعد قوي في الحياه. ده بقى سؤال في مستوى الايه البيبيهات، يعني اللي هو ايه اللي قاعدين برضه عايزين يحبوا الكبد، فانا احب اديهم الاسئله دي، مع ان على فكره السؤال ده لازم يجي بنسبه 1000%، ولسه شرحه وانا بشرح الاسايتس في الاول خالص. السؤال اللي كنا جبناه في الاسايتس وقلنا كل الاسئله اللي بتيجي في الاسايتس كان من ضمنها الاسئله دي، اللي هو الساج أكبر من واحد واحد من عشرة in all except، هو أكبر من واحد واحد من عشرة دي بتحصل فين؟ في البورتال هايبر تنشن، لما قلت لك أكبر بورتال هايبر تنشن. طبعا بورتال هايبر تنشن بكل أسبابه اللي هي إيه؟ اللي هي بقى الليفر سيروزس، وال كنا مقسمينها بقى سوبرا هيباتيك وهيباتيك وانفرا هيباتيك. فطبعا اكسبت مين؟ اكسبت البروتونايتس. ليه؟ لأن البروتونايتس ده يخلي الساج أقل من واحد واحد من عشرة. ليه؟ لان البروتونايتس انفلاميشن وبالتالي بيبقى فيه اكسوديت، انما البورتال هايبرتنشن بيبقى ترانسوديت. بدل ما تقول ترانسوديت واكسوديت، خليها الترانسوديت ساج اكبر من 1.1 من 10 والاكسوديت ساج اقل من 1.1 من 10. كنا شرحنا الكلام ده قبل كده بقى، خلاص لما قلت لك الاكسوديت بيبقى ميه وحاجات تانيه كتير، فاكرين بقى القصه دي يعني. All of the following associated with obstructive jaundice except، كل دي اسئله سهله قوي يعني، obstructive jaundice except طبعا irregular نيجار. فاكرين السندرومات دي مهمه قوي يا جماعه، الهيباتوسيلولار جوندس او السندروم، نقول السندرومات على طول، كان في جيلبرت واخد بالك، كان في كريجرا نيجار، كان في روتر اللي هو دوبين جونسون روتر سندروم، دوبين جونسون روتر سندروم. الثلاثه دول خد بالك، الجيلبرت كان بيزود مين؟ الانكونجوجيتد. طب وكريجرا نيجار برضه بيزود الانكونجوجيت، واخد بالك؟ خد بالك الحاجات دي مهمه ليه؟ لان الجيلبرت طبعا كنت انا قلت لك عامل زي، مش عايز اقول بقى دلوقتي عشان برضه هو احنا ساتر وغطى على بعض، عامل زي في ميل كليه الطب، واخد بالك اللي هو كنا فاهمين ليه يعني. الجيلبرت ده اللي هو الانكونجو، الليفر زي الفل زي الفل، ليفر فانكشن تيست كويسه جدا، بس ما بيقدرش يغري الانكونجوجيتد بالروبين ان هو يدخل جوه، يدخل جوه الليفر يعني، فبيعدي كده من قدام الواي والزد بروتين. فاكرين انا بشرح واي وزد يطلعوا على سطح الليفر ويعملوا كده وما بيحاولوا يغروا مين؟ الانكونجوجيتد بلوروبين يعني. هنا الانكونجوجيتد بلوروبين ما بيدخلش. حلو؟ وبالتالي هل الليفر فيه مشكله؟ لا. المرض ده بيتشخص اكلينيكيا ان الصفرة بتزيد بالصيام. الصيام. مش محتاج علاج لانه هو مرض بناين يعني. اوتوزومال دوميننت. طب الكليجرار نيجار كان في بقى تايب 1 وتايب 2، حتى قلت لك تايب 2 دوميننت تايب 1 فاكرين القصص دي يعني. فانا عايزك برضه تبقى مذاكر السندرومات دي لانها بتيجي في الامتحانات ساعات. ليتنت جونز جوندس مي بي فيتشر اوف اول اكسبت، احس اسئله سهله قوي في الاول يعني. ليتنت جونز طبعا الليتنت جونز تحصل في ايه؟ كل الاسباب دي تعمل ليتنت جوندس، برنيشيوس انيميا طبعا تعمل، اكيوت بالمونري ثرومبو امبوليزم، كونجستيف هارت فيلير،
اتيبيكال نيمونيا، انت واخد بالك؟ تروبيكال سبرو ده اللي هو اسهال المناطق الحاره اللي كان موجود في المال ابزوربشن، كان بيعمل مال ابزوربشن سندروم. يعني كلمه ليت، انا بقى يهمني سؤال، السؤال ده هو ليتنت جونز يعني ايه؟ اللي هو في عندك جون البلوروبين عاجي، طب هو ممكن يعلى لو ما تصفرش؟ اه طبعا، لما يبقى من كام لكام؟ اقل من ثلاثه، من واحد لاقل من ثلاثه. ايزي بيزي برضه ريجاردنج هيمات. اه بص بقى يا جماعه، سيبك من السؤال، او السؤال سهل قوي بس في اسئله ثانيه اصعب هجيبها دلوقتي. ريجاردنج هيماتوكيزيا ويتش وان از فولس؟ طبعا هنا بيقول لك الهيماتوكيزيا، هيماتوكيزيا اللي هي ايه؟ اللي هي بليدنج بير ريكتال. حلو؟ طبعا دي هتبقى لور جاي تي بليدنج اللي هي مش بروكسيمال تو ليجامنت اوف تريدز، انما بيبقى ديستال بقى. فايه الفولس؟ طبعا ان البليدنج سورس ايه؟ بروكسيمال تو ليجامنت اوف تريدز. طبعا ليجامنت اوف تريدز ده اللي هو فوقيه في ايه؟ الاسوفاجس بالاستومك بالديودينم. تحت بقى من الاول تحت الليجامنت اوف تريدز ده اللي هو لور جي اي تي بليدنج بقى، اللي بقى بتدخل بقى جيجنم اليوم كولون، كل ده يعتبر هيماتوكيزيا. بالمناسبه من الموست كومن كوز اوف هيماتوكيزيا دايفرتيكولايتس. انت واخد بالك؟ بالمناسبه الدايفرتيكولايتس تيجي اكتر في مين؟ في السيجمويد كولون. كل دي اسئله بتيجي في الام اس كيو، كنا حليناها قبل كده مع بعض. خلاص؟ بالمناسبه اما تيجوا، طب اقول لك ايه؟ بدل ما قاعدين بنقول بالمناسبه، بالمناسبه اصل احنا حلينا اسئله الاصل عندي قبل كده. انا دلوقتي عايز بس اراجع نقط كده عشان برضو ايه اشوف المستوى. بص يا ولاد، فين ادي البورتال هايبرتنشن؟ بورتال هايبرتنشن سهل، انما انا عايزك في البورتال هايبرتنشن تراجع لي ايه بقى؟ مش احنا قلنا بكره الصبح هتراجع الليفر سيروزس اللي واقفه مع النفس، عايزك بعد ما تخلصها على طول الجي اي تي بليد. بس البورتال هايبرتنشن نفسه سهل، والاسئله بتاعته بندي ايه في الاكيوت اتاك وان بتوين الاتاك، كل ده سهل وحليناه قبل كده مليون مره. انما شوف ابر جي اي تي بليدنج، اللور الابر بيبقى ايه؟ بروكسيمال للليجامنت اوف تريتس، ليجامنت اوف تريتس. خلاص؟ آه، عايزك بقى ايه تذاكر لي طبعا هيماتيمسيس اسبابها ايه؟ سهله قوي اسباب الهيماتيمسيس. اه في الازرس دي عايزك تعرفها، الدوليفوار لو انت فاكر ليجن كنا قلناها. خلاص؟ والجيف اللي بيبقى عامل زي المعده، بتبقى عامله زي البطيخه، شايف الميكروسكوب عامل زي البطيخه بالظبط، بيبقى ووتر ميلون. خد بالك الحاجات دي ممكن يجي يقول لك مثلا الجيف تعمل هيماتيمسيز ولا هيماتوكيزيا ولا، فاهم الحاجات دي. في عايزك بقى تذاكر ايه؟ اه الاسسمنت هنا الحاجات دي لازم تبقى مذاكرها كويس. يعني لوس اوف ليس ذان 500 مللي ما يعملش نو فيسيولوجيكال تشينجز. طب لو انت 1000 مللي يعمل اورثوستاتيك تشينجز، وفي 10 ل 20 ملي متر ميركوري دروب في السيستوليك بلاد بريشر، واخد بالك؟ وممكن يبقى عندك تاكي كارديا. يعني انت لو بتفقد اقل من 500 بيحصل ريفلكس تاكي كارديا؟ لا. هل يحصل اورثوستاتيك هاي بوتنشال؟ لا. انما لو 1000 مللي اه، واخد بالك؟ طب لو اكتر من 2000 بقى، اه هنا بقى تدخل في هايبو فوليميك شوك اللي هي يبقى فيه بلور. في سؤال انا هجيبه لك برضه كنت حليناه قبل كده مع بعض، الهايبو هايبو فوليميك شوك تعمل اول اوف ذا فولوينج اكسبت. وانت يوميها قلت هو السؤال ده ازاي في الهيباتولوجي؟ قلت لك ده كارديو، قلت لك لا في الهيباتولوجي يا ابني، في الاسوفجيال فيروسز الناس اللي عندهم هيماتيمسيس، ده انت واحد ماسيف بينلس هيماتيمسيس، يعني احنا في الدم واتفتحت، انت واخد بالك؟ فممكن يدخل منك في هايبو فوليميك شوك، يعني عيان ليفر بينزف اصلا. فلازم تبقى عارف ايه اللي بقى اللي هو بالور، بيبقى فيه كولد سويتنج اوليجوريا. فممكن اقول لك اول اوف ذا فولوينج اكسبت، اقول لك مثلا تاكي ولا برادي كارديا. طبعا تاكي كارديا وتاكيبنيا كل دي بتحصل، فلازم تبقى عارف اللي هو لو سيستوليك بلاد بريشر طبعا، فلازم تبقى عارفهم كويس قوي. تيجي بعد كده الميلينا، تبقى عارف اسبابها ان هي بتحصل في الابر واللور كمان، وكنا شرحنا الحاجات دي. تبقى عارف ان الميلينا عشان تحصل انا محتاج ان الاكل يقعد في بطنك اكتر من 8 ساعات. تبقى عارف ان ات ليست انا محتاج 60 مللي، واخد بالك؟ لازم تبقى عارف برضو المعلومه دي عشان الام اس كيو. وبعدين تبقى عارف اه الايمز 65 تبقى عارفها. خلاص؟ اذا كانوا بنشرحهم بالتفصيل على فكره، الجي اي تي بليدنج تبقى عارفهم. خلاص؟ والسكور تبقى عارفه. يعني دي حته صعبه شويه بس انا حتى قلت نيمونيك في السكور عشان تبقى عارف اللي هي كاردس. المهم ارجع شوفها على التطبيق، كنا ايه شرحنا الحاجات دي. الهيماتوكيزيا ده بيبقى برايت ريد بلاد، الدايفرتيكولوزيس ده اهم سبب بيجي اكتر في السيجمويد، وهكذا. فانا عايزك تراجع برضو الابر جي تي بليدنج، نرجع واللور جي تي بليدنج. طبعا نرجع بقى بعد كده نرجع للاسئله بتاعه القصر تاني.
مش عارف، حاسس ان انتوا نمتوا يا جدعان والله، انا قاعد اشرح انتوا نايمين دلوقتي. which is not member of familial non-hemolytic hyperbilirubinemia. طبعا non-hemolytic يعني واحد عنده البيليروبين عالي بس مش هيموليتيك. ايه يا جماعه مش هيموليتيك؟ سؤال سهل قوي. طبعا الروتر سندروم، دوبين جونسون سندروم، هما الاثنين دول واحد، يعني هو اسمهم دوبين جونسون روتر، هو روتر لوحده ودوبين جونسون لوحده، بس تقريبا بيعمل نفس الحاجه اللي هو ايه؟ اللي هي الهيباتوسايت نفسها بتبقى بايظه مش قادره تعمل اكسكريشن للبيليروبين، بس انما باقي وظائف الليفر كويسه جدا. هو الفرق بينهم ان واحد بيبقى براون لما بتعمل ليفر بايوبسي تلاقي واحده بيجمنتد الهيباتوسايت بيجمنتد والثانيه لا، انما تقريبا هما الاثنين بنحطهم مع بعض مجازا يعني. فروتر دوبين جونسون سندروم، يعني بقول لك لما تلاقي الاثنين دول في اختيار واحد تعرف ان الاثنين غلط في الاختيار، انت واخد بالك؟ جيلبرت كريجر نيجار، قلنا كل دول بيعملوا جوندس مايلد جوندس وبتبقى كلها نون هيموليتك طبعا، ما عدا الايه؟ الريس سندروم، مش من المجموعه دي. ريس سندروم يا جماعه ده رير بس من خطير جدا، ممكن يعمل فالمننت هيباتيك فيلير بقى، والفالمننت هيباتيك فيلير قاتله كمان. ريجاردنج ميلينا which statement is false، طبعا لسه قايلين انا محتاج 60 مللي اوف بلاد، هنا 4 ساعات، لا قلنا على الاقل بيبقى 8 ساعات مش 4 ساعات. بلاك تاري ستول، طبعا صح، طبعا بيبقى ريحته مش عاطفيه، بيحصل ممكن في الكولونيك ليجن، بس خد بالك مش اي كولونيك ليجن، يعني انا لو شلت الاختيار ده على فكره يبقى اختار دي. ليه؟ لان هو بيحصل في الكولون بس بشرط ان يبقى رايت كولون، انما ترانسفيرس او الليفت كولون لا بيبقى بليدنج بريكتال، فانا لو شلت الاختيار ده انا هختار الاجابه دي، انت واخد بالك؟ انما لو حطيت الاختيار ده لا يبقى الاحسن تختار الايه يا جماعه؟ الاجابه اللي انا اخترتها. Which of the following doesn't give rise to hematemesis؟ طبعا الحاجات اللي بتعمل hematemesis كارسينوما في الاستومك، يودينال دايفرتيكولا ماشي، المالوري ويست سندروم اللي هو اخوانا الخمرجيه اللي هو فوميتنج عنيف قوي ممكن يعمل هيماتيمسز، البيبتيك السر طبعا ده مهم جدا، انما السوماتوستاتينوما لا طبعا، لان دي طبعا كانت بتعمل ايه بقى؟ كنا قلنا ان بيحصل السوماتوستاتين ده مشكله، ممكن يبقى فيه دايابيتس، ممكن يبقى فيه حصوات، ممكن استياتوريه، كنا قلنا دي في اسباب المال ابزوربشن سندروم، انما ما بتعملش هيماتيمسز. بيبي ليفل ميجور سايت اوف بايل سولت، طبعا بايل سولت ابزوربشن فين؟ الاسئله السهله دي انا بخاف منها والله، يعني ساعات في طلبه ما بتركزش في الكلام ده، البايل سولت ابزوربشن فين؟ طبعا في الديستال سمول انتستين، ده الميجور سايت يعني ديستال سمول انتستين. على فكره كنا شرحنا الحته دي في المال ابزوربشن، وكنت شرحتها كمان في موضوع الديسليبيديميا في الاندوكراين، مش عارف ليه جت بس انا كنت ركزت عليها في الديسليبيديميا. السؤال ده حلو قوي. ويتش كلوتنج فاكتور؟ لو انت فاكر ريتينز اتس اكتيفيتي في الهيباتوسيلولار ديس اوردر. لو انت فاكر لما انا قلت لك فاكتور 8 اوت الليفر، 8 اوت، واخد بالك؟ لان فاكتور 8 ده موجود فين بقى؟ في الليفر ساينوسويدال وفي الاندوثيليوم اوف بلاد فيسل في الجسم كله، ففي الليفر ساينوسويد مش في الهيباتوسايت، عشان كده لو الهيباتوسايت باظت لا ممكن برضو فاكتور رقم 8 بتلاقيه ايه؟ كويس، عشان كده افتكر دايما 8 اوت الليفر. طبعا فاكرين فاكتور رقم 8 بقى في البلاد والهيموفيليا والفولفلبراند فاكتور، قصه كده انا بنراجعها في البلد، يبقى اذا 8 اوت الليفر. السؤال ده بيجي كتير، السؤال ده موجود في القمار وموجود طبعا في كتاب القصر العيش، سؤال رقم 87 في كتاب القصر العيش. سؤال رقم 89 سيرم الكالاين فوسفاتيز، كنا حللنا السؤال ده قبل كده مره تانية، الاسئله دي انا مذاكرها حللها بالتفصيل في على التطبيق هتلاقي اسئله القصر العيني، بس احنا برضو بالتكرار برضو سيرم الكالاين فوسفاتيز ليفل انكريز دي ان اول اكسبت، لسه مجاوبين السؤال ده هايبر فيتامينوزس دي، لان هايبر فيتامينوزس دي تزود الكالسيوم تزود الفوسفيت لكن ما بتزودش الالكالين فوسفاتيز. الالكالين فوسفاتيز بيطلع لو في مشكله في العظم، اوستيوبلاست مثلا زي الباجي ديزيز مثلا، اوستيوبلاست بيطلع الالكالين فوسفاتيز كتير جدا. لو انا عايز اصعب السؤال ده على فكره، او طبعا في الليفر انت واخد بالك لما الليفر يكون بايظ وبتبقى ماركت الالكالين فوسفاتيز في حالتين بس في الليفر، كوليستيزس وسبيس اوكيوباينج ليجن، يعني لو انت في تيومر او في اميبيك ليفر ابسس خراج في الكبد تلاقي الالكالين فوسفاتيز عاليه قوي. طب ساعات في الامتحان يقول لك هو مين اللي يزود الالكالين فوسفاتيز اكتر، الكوليستيزس او الاوبستراكتيف جوندس، ان انت سديت المسائل هنا، ولا الهيباتوسيلولار جوندس؟ لا طبعا الاوبستراكتيف جوندس. انا لو عايز اصعب السؤال ده اجي اقول الالكالين فوسفاتيز بيزيد ان اول اكسبت، اشيل بقى الهايبر فيتامينوزز دي واحط مالتيبل مايلوما، طبعا هي المالتيبل مايلوما
خلاص كنا شارحين الكلام ده في البلد، وقلت لك جنب عنوان المرطب المعلومه اكتبه على فكره ما بتزودش الالكالين فوسفاتيز، انا حتى قلت لك قبل ما تفهم الموضوع اكتب لي جملتي هنحتاجها بعدين، وانا بشرح وصلنا لها وقلت لك ليه. طب لو واحد لقيت الالكالين فوسفاتيز عنده عايش، عايز اعرف يا ترى يا ابني هو انت مشكله في العظم ولا مشكله في الليفر؟ على طول يبقى تشوف الايه؟ الالفا جلوتامايل ترانسبيبتايديز. يبقى النكست ستيب ان انا بطلب ايه؟ جلوتامايل ترانسبيبتايديز اللي هو الاي جي تي، الالفا جي تي. خلاص؟ ميجور اميونوجلوبولين في البرايمري بيليار سيروزس، طبعا ده مستوى ايه؟ الطالب مستوى البيبيهات تاني، اميونوجلوبولين ام. طب بالمناسبه الالكوهوليك هيباتايتس اميونوجلوبولين ايه؟ ده مش سؤال، دي جمله خبريه، اميونوجلوبولين ايه؟ الكوهوليك يبقى ايه؟ طب الهيباتيتس؟ قول له والله في اميونوجلوبولين ام واميونوجلوبولين جي. الام زي ما الامريكان بيحفظوها للطلبه او زي كنا قلنا يعني حاجه حلمنتشيه كده تفتكر بيها، اميونوجلوبولين ام واميونوجلوبولين جي في الهيباتيتس. مين فيهم ريسنت انفكشن ومين اولد انفكشن؟ الام مودرن تبقى ريسنت، انما الجي قديم مش جديد، الصعيدي قديم تبقى اولد انفكشن. تقول لي الطريقه دي حلمنتشيه قوي، انا عايز الطريقه العلميه. اقول لك العلميه بقى، لو انت مذاكر اميونولوجي كويس عارف ان الاميونوجلوبولين ام دي اختصار ماذر الام، انما الجي جراند ماذر، فمين الاقدم؟ الجراند ماذر. فانت برضو تبقى عارف الطريقه الحلمنتشيه بس عارف الطريقه العلميه، واخد بالك؟ المظهر اللي هو يعني ممكن اجي اقول لك واحد مثلا واد عيل صغير عنده 14 سنه راح اتكلم عند ملك الكبده الاكشاك اللي في الشوارع دي فجاله هيباتيتس، فانت عايز تعرف تو كونفيرم الهيباتيتس ايه، اطلب اميونوجلوبولين ام هيباتيتس ايه فيروس ولا اميونوجلوبولين جي؟ طبعا اميونوجلوبولين ام لان ده بتاع ريسنت انفكشن، انما لو عنده جي يبقى ممكن من مطعم من زمان، يبقى الواد بقى بيلبخ طول عمره بيعك، انما اللي يعني عشان ما تظلمش المطاعم معاك يعني، فبتطلب اميونوجلوبولين ام ده بتاع ريسنت انفكشن. Which of the following falls regarding type B hepatitis serology؟ هنا بيقول لك تعالى اقرا الاختيارات عشان ما نطولش واحنا حالين الحاجات دي قبل كده، اميونوجلوبولين جي انتي اتش بي سي في الاكيوت هيباتيتس بي فيروس انفكشن، كنا قلنا الاكيوت الاميونوجلوبولين جي، لا كان اميونوجلوبولين ام انتي هيب سي. اقرا بقى الاختيارات كده لان هو بيقول لك ايه؟ بيرزيستنس اوف هيموجلوب اسمه هيباتيتس بي اس انتيجين اكتر من 6 شهور يبقى هو الكارير، صح؟ على فكره لو لقيت الاس انتيجين عنده عالي فهو يا كارير يا دخل في كورونيستي. طب تفرق ازاي؟ شوف الانزيمز، لقيت الانزيمز عاليه واخد بالك يبقى هو كورونيستي، انما لو لقيت الانزيمز مش عاليه يبقى هو مجرد حامل بس للفيروس، بس لسه الفيروس ايه؟ ما عملش حاجه يعني. خلاص الاتش بي اي انتيجين طبعا ده في هايلي انفكتيفيتي لان ده اصلا بتاع الدي ان ايه اللي هو فاكر لما انا قلت لك اللي هو بتاع ايه تكاثر الايه الانفلو ده بتاع تكاثر الفيروس، اجري منه على طول ده بيقعد اسبوعين بس اسبوعين ايه؟ المهم يعني هنا بيقول لك الاتش بي اس انتي بودي معنى كده ان انت ريفلكت اميونيتي طبعا صح. خلاص وهكذا يعني. بروريتس اسوشيتد ويز كوليستيزس موستلي سين طبعا بتبقى في البلم والصول، هو حد يقول في الجول بلادر والله في طلبه كده الشفوي يقول لك يا ابني اللي عنده مشكله هنا في الجول ويشاور لك اللي عنده هنا مشكله يا ابني في الجول بلادر وبتاع بيهرش فين؟ فتلاقي طلبه تقول له تهرش هنا يا دكتور على الجول بلادر من بره. طبعا هو في البلم والصول يعني. ايزي بيزي فيزي بقى. Which of the following not associated with leukocytosis لسه حلينه دلوقتي الاكيوت فايرال هيباتيتس لان بتعمل ليكوبينيا والريلاتيف ليمفوسايتوزس. فيتامين كي ابزوربشن بيعتمد على البايل سولتس. انا بحل بسرعه بقى والاسئله بنجاوب عندكم بالتفصيل بس يعني ايه. بيت سايد دياجنوستيك اوبستراكتيف جونتس انكلود اول اكسبت قلنا في الجوندس كلها الهيموليتيك جونتس اكتبوا الكلمه دي كده لون اليورين مش غامق يبقى الستول ايه؟ غامق يبقى الاثنين الباقيين ايه؟ العكس يعني في الاوبستراكتيف اللي هو كوليستيزس او الهيباتو سيلولار جوندس لون اليورين غامق الستول ايه؟ هو اللي مش غامق يبقى انت احفظ دي بس الهيموليتيك اليورين مش غامق الستول غامق طبعا عارفين ليه؟ الاثنين التانيين بيبقى اليورين غامق والستول ايه؟ فاتح طبعا في الاوبستراكتيف بيبقى فاتح قوي لان سكه مسدوده فطبعا ايه بيبقى الاستريكوباينولوجي قليل قوي يعني طب لو لقيت اليورين غامق والستول غامق سهل يبقى هو ايه هيموليتيك هيموليتيك بس حصل ايه اليورين غامق بفعل الهيموجلوبينوريا وليس بفعل البيلروبينوريا قصه كده كنا قلناها قبل كده
which is not true، يعني خلاص بقى definition of cirrhosis of liver is concerned، بيقول لك not true so far as definition of cirrhosis of liver is concerned. طبعا fatty infiltration، لان كلمه liver cirrhosis اصلا كنا قلنا اربع كلمات اللي هي عروستي، حاجه تعمل حاجتين والحاجتين يعملوا حاجه، كان بيحصل نكروزس فايبروزس ريجنريشن ديفيوز، ده الليفر سيروز. انما فاتي انفلتريشن لا، وقلت لك مش كل حالات الفاتي على فكره الفاتي ليفر تعمل سيروزس، يعني هو في ناس بيحصل، كنا زمان بنقول ما بيحصلش خالص، دلوقتي قلنا بيحصل، بس مش كل الناس اللي عندهم استياتوزس، ممكن يبقى سيمبل استياتوزس تدهون على الكبد ليست تساوي سيروزس. يعني السبايدر نيفاي بس جنومونيك اوف فورتال هايبرتنشن، لا طبعا واخد بالك، فاكر عن عنكيب الليفر بتيجي اكتر في السوبيريور فينا كيفا ديستريبيوشن فوق النيبل لاين، تلاقي عنكبوت او عنكبوتين كده، انت واخد بالك، ممكن تحصل في الهيلثي بيبول. على فكره السؤال ده حلو ليه؟ عشان مش كل واحد بقى تلاقي عنكبوت كده تروح تقول له الحق ده انت عندك، لا ممكن تحصل في الهيلثي بيبول، وكنا اتكلمنا في النقطه دي كتير جدا 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 في السبايدر نيفاي في موضوع الليفر سيل فيلير، وقلت لك ايه اللي باثوجنومونيك وايه مش باثوجنومونيك، وبتيجي ليه في السوبيريور فينا كيفا ديستريبيوشن فوق، او بتيجي فوق يعني النيبل لاين والحاجات دي كلها. كرونيك اكتيف هيباتيتس مي هاف اول اوف ذا فولوينج فيتشر اكسبت، كرونيك اكتيف هيباتيتس مي هاف اول اوف ذا فولوينج فيتشر اكسبت كرونيك اكتيف هيباتيتس، الهيماتيمسيس دي ظاهره من ظواهر ايه؟ بورتال هايبر تنشن، انت واخد بالك؟ انما بقى فاتيج جوندس ارثرالجيا امينوريا كل ده ممكن يحصل لما الليفر ايه؟ يبوظ، اللي اشوف المانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير مش هتلاقي اي هيماتيمسيس، يعني هيماتيمسيس تحصل لو حصل بورتال هايبر تنشن. كومنست مايكرو اورجانيزم للكولانجيتس طبعا اي كولاي، ده سؤال سهل قوي. خلاص اليوروبيرونجين في البيلياري اوبستراكشن بيقل طبعا، لان بيلياري اوبستراكشن فالستيركوبيولوجين هي ايه؟ هيقل. فما دام الستيركوبيولوجين قل يبقى اليورو اي بيولوجين ايه؟ هيقل هو كمان، ما هو اصلا جاي منين؟ الستيركوبيولوجين يعني الجونز الكلام ده. برضه بطريقه ثانيه بيقول لك all of the following features of hepatocellular failure except hematemesis، ما تخلطش الامور ببعض. hematemesis في البورتال هايبرتنشن، انما لما الخليه الكبديه تبوظ يحصل فيتور هيباتيكاس، عارفين ليه؟ يحصل اسايتس، يحصل فلابنج تريمورز، اللور لمب ايديما عشان الالبومين، انت واخد بالك؟ اللي هي وظائف الليفر، انما الهيماتيمسيس دي بتحصل في البورتال هايبرتنشن، ما تخلطش الامور. سيروم اوف بيشنت كونتينز اونلي انتي اتش بي اس انتي بودي هي از فاكسينيتد، يعني لو واحد عنده اتش بي اس انتي بودي بس يبقى معنى كده فاكسينيتد، وقلت لك مش محتاج ايه؟ ياخد فاكسين تاني. كورونيست في الهيب سي طبعا قلنا 75 80%، all of the following produce deep jaundice except طبعا ليه؟ لو انت فاكر في الهيموليتيك جوندس كنت قلت لك بيبقى لونه ليموني مايلد جوندس، كنا قلنا ليه؟ لان الليفر يعمل يقدر يعمل ري ابتيك لكل البروبين ده، فبيبقى ليموني. لما قلت لك بتوع الجراحه مخهم صغير قوي يحبوا قوي التشبيهات الهايفه دي، يقول لك الهيموليتيك جوندس ليموني. طب الهيباتو سيلولار جوندس يقول لك ده بقى بيبقى برتقاني او برتقاني، بيبقى لون برتقاني. طب الاوبستراكتيف يقول لك زيتوني، طبعا دول بتوع الجراحه المجروحين مالناش دعوه بالكلام الفارغ ده، وللاسف بعض بتوع البطن ساعات بياخدوها منهم يعني، بس كلام فارغ. هو المبدا ايه؟ ان انت الهيموليتيك جوندس بتبقى مايلد مش ديب يعني، ولو لقيت عنده ديب يبقى هو عنده حاجه في الليفر، واخد بالك؟ انما الهيموليتيك جوندس ان اتسلف ما بتعملش ايه؟ انا بسرع شويه لان ده احنا عندنا الساعه 12 يا اخوانا. اللارج تندر ليفر از فاوند ان اول اكسبت الويلسون، جاوبنا السؤال ده من شويه وقلت لك الكوزس اوف انلارج تندر ليفر لازم تبقى عارفها كويس قوي، كل الانفكشن ما عدا البلهارزيزس والليشمانيا والثلاثة سي، لما قلت لك الانفكشن والثلاثة سي. secondary carcinoma of liver shouldn't have splenomegaly، ده مش مشكلة في الليفر يعني مش هنعمل splenomegaly. وبالمناسبة الكوبليه ده أنا قلته من شوية إن البرايمري هيباتوما سمولر ذان secondary carcinoma لانه بيحصل اون توب اوف سيروزس، ذا موست كومن كوز اوف برايمري هيباتوما از ليفر سيروزس، فبيبقى الليفر صغير. كومنست كوز اوف بورتال هايبرتنشن يا جماعه هو الليفر سيروزس، انا ان كان عليا كنت هقول لك ده السبب الوحيد، انما لان بتوع الجراحه اول ناس الفوا البورتال هايبرتنشن فقسموا تقسيمات غبيه، قال لك سوبرا هيباتيك وهيباتيك وانفرا هيباتيك كلام كده. بالمناسبه الانفرا هيباتيك اللي هو البورتال فينس رومبوزس اللي اهم سبب يعمله اصلا الهيباتوما، اللي اهم سبب يعملها ليفر سيروزس، انت واخد بالك؟ طب الهيباتيك فين ثرومبوزس ده اللي هو البط كاري سندروم. طب الهيباتيك ارتري ثرومبوزس
ده بيحصل مع الليفر ترانسبلانت. او بالمناسبه الليفر ترانسبلانت بعد الامتحان فكروني هنشرحه ونشرح الحاجات اللي بتيجي فيه ام اس كيو، يعني الاسئله اللي بتيجي عليه ام اس كيو. يعني انا في الامتحان يوم الاربعاء مش هجيب اي اسئله على الليفر ترانسبلانت لان في نقط عايز اقولها بس نراجعها ان شاء الله. دكتور، هو ال بالهرزيزيس مشروح على التطبيق؟ اللي بالهرزيزيس هتلاقيني، بص في الشرح البلهارزيزس مجازا في البورتر هايبرتنشن، بس هتلاقيها مشروحه في الفايل اللي هينزل عندكم اللي هو الانفكشن. بالهرزيزس، الاميبا، التيفويد، الملاريا، الليشمانيا، دول لا مش الليشمانيا، التيفويد، خمسه دول هتلاقيهم نازلين في الانفكشن ان شاء الله. بس البلهارزيزس هتلاقي مشروحه في الهيباتولوجي، فمع مراجعه البورتر هايبرتنشن ومشروحه كمان في البلهارزيا الكوربالمونال في الكارديولوجي. انت واخد بالك؟ بس هي مهمه في الانفكشن على فكره. خدوا بالكم ان احيانا في حاجات في الانفكشن تلاقيها زي مثلا الاميبيك ليفر ابسس، اعتقد موجوده في الانفكشن مش موجوده في الهيباتولوجي، ولا موجوده في الهيباتولوجي على التطبيق مش فاكر والله. لا الاميبيك ليفر موجودة في الاثنين يا دكتور، موجودة في الاميبيك ليفر الاثنين. ابسس موجوده. اه صح، كايزر فريشر رينج طبعا دي بيبقى الكبر ديبوزيشن فين؟ في الديسمنت ممبرين، قلت لك في الكورنيا. طبعا الليفر بيصغر قلنا في الفالمنت هيباتيك فيليا، لسه مجاوبين السؤال ده من شويه، الاسئله لسه مجاوبينها بقى عديها بسرعه يعني. هيموكروماتوزس الديفينيت تيست اللي يخليك تحلف ان انت هيموكروماتوزس ليفر بايوبسي، خد بالك ولسه قايلين دلوقتي. طب لو واحد ابوه مات بسبب الهيموكروماتوزس واكتشف ان اخوه عنده هيموكروماتوزس ومصر كلها، الترانسفيرين ساتوريشن، تعمل ايه؟ اول حاجه تشوف الاتش اف اي جين. طب لو ما قالكش الاتش اف اي جين في الاختيارات ببدا بالترانسفيرين ساتوريشن، اكتر من كام احفظ الرقم؟ 45%. طب ممكن ايه كمان غير السيرم فريتين اللي هو غير الترانسفيرين ساتوريشن؟ السيرم فريتين، بس عيب السيرم فريتين ان في فاكتورز كتير بتاثر عليه. انت واخد بالك؟ زي مثلا من ضمنها الانفلاميشن في الليفر، فعشان كده يقول لك مش اكيوريت قوي يعني. بس الترانسفيرين ساتوريشن اكتر من 45% على طول بقى يبقى لازم اطلب الاتش اف اي اللي هو جينيتك اناليسيس. خدوا بالكم من الاختيارات في الحته دي مهمه جدا. بورتال هايبرتنشن طبعا الكابوت ميدوزا بتبقى زي النافوره اواي فروم امبلايكس، which is false regarding hemochromatosis. شوف hypogonadism result from iron deposition، ما تضحكوش الناس علينا، لان لو في حديد بيترصف في تستس هتبقى تستس عملاقه يعني، انما هي ليه بتصغر؟ عشان الهايبوجوناديزم. هايبوجوناديزم الحديد بيروح في البيتيوتري يبوظ البيتيوتري، بيروح في الغدد الصماء يعمل هايبو فانكشن، فبيحصل هايبوجوناديزم. الكومونست كوز بوس ترانسفيوجن هيباتيتس طبعا هيب سي عشان الكورونيستي. الهيباتيك ليجن في الهيموكروماتوز بيبقى ماكرونوديولار، كومونست هيباتيك ليجن ماكرونوديولار، بعكس مثلا الكحول بيبقى مايكرونوديولار. هبقول الحاجات دي بسرعه يا جماعه مره ثانيه، لان اللي عايز يشوفها بالتفصيل ده هتلاقوه على ايه؟ على التطبيق، هتلاقي مكتوب القصر عيني بوك ام اس كيو، يعني في ام اس كيوات ثانيه بس ده بتاع كتاب القصر عيني بنفس الترتيب. All are characteristic feature of Wilson disease except. اه حلو السؤال ده، احنا قلنا في الويلسون بيحصل ابنورمال موفمنت كوريا اللي هي الاكسترا بيراميدال بقى، جريميسنج سمايل تلاقي اللي هي ضحكه السخريه اللي بتحصل مع الكوريا اصلا. انت عارف انت لما بتبقى مرهق قوي، انت عارف لما بتبقى في محاضره طولت بص كده لزمايلك تلاقي واحد فتح بقه كده، فتح بقه قاعد والمفروض الدكتور بيشرح هو ضحكه بلهاء كده، هو بيعملها غصب عنه لانه هو تعب. فاسهل واريح وضع انك تفتح بقك مع الجاذبيه تسيبه مفتوح كده وقاعد كده، انت واخد بالك؟ دي اسمها جريميسنج، فبتحصل مع الكوريه فدي بتحصل. السبيتش قلت لك لسانه بيتقل شويه، انما ما جبتش انا سيره السنسيشن خالص. فاكسبت سنسوري لوس، السؤال ده على فكره عندي احساس قاتل كده انه جاي، الاحساس القاتل خريف 2024 مش عارف كده حاسس انه جاي. وينجنج ابر ليمب، فاكر بقى في الاكسترا بيراميدال الكلام ده كنا شارحينه في النيورو يعني. ابسوليوت كونترا انديكيشن فور ليفر بايوبسي از طبعا هيمانجيوما، لان الهيمانجيوما اكتر تيومر في الليفر واكتر تيومر في بلاد فيسل، هايلي بلاد فيسل، فانت يعني ممكن تعمل بليدنج يعني. Which one of the following is false regarding primary biliary cirrhosis? Which one of the following is false regarding primary biliary cirrhosis? Primary biliary cirrhosis يجي في الفيميل صح، وبالمناسبة بيجي في سن متوسط اللي هو زي أي مرض أوتو أميون، بس ممكن يجي كمان في سن كبير. خلاص بيبدأ بالبروريتس، أه قلت لك بروريتس قبل الجوندس وبعد الجوندس بيحصل إيه؟ لو أنت فاكر كلابينج لما قلت لك خمس حاجات، أول حاجة أسيمتوماتيك، الموست كومن فاتيج، بس كلمه فاتيج دي مش يعني ايه ما نخلاش محمل الجد قوي يعني، او انت عارف. وبعد كده بيحصل بروريتس، دي ممكن تبقى بدايه الشكوى قبل الجوندس بسنين على فكره، واخد بالك؟ كلابنج بتحصل
انما الجوندس ما بتبقاش مودريت او سيفير جوندس، مش دي اقل واحده فيهم يعني. All of the following may develop into chronic active hepatitis except ممكن يعمل كرونيك اكتف. الاسئله دي بتبقى رخمه لان لازم تبقى عارف كل الاسئله اللي بتعمل ايه، كل الادويه اللي بتعمل كرونيك اكتف هباتيتس، فانه هو الكابتوبريل، الاي ان اتش بيعمل الحاجات دي بتاعته. كونجستيف جاستروباسي ان بورتال هايبرتنشن تريتد باي، قلت لك في البورتال هايبرتنشن بندي بروبرانولول. خلاص؟ في حاجه نور قطع ولا معقول؟